هسجل بس الحوار على الموبايل عشان يبقى سهل في التفريغ، ممكن؟ مفيش مشكلة، ما عندكش مانع يعني. اتفضلي. طبعا انت شاعر غنائي وكمان كاتب سيناريو افلام. ده حسد ولا ايه؟ لا مش حسد والله، بس انا قصدي ان احنا نتكلم في حاجات كتير يعني. اتفضلي، انا تحت امرك. ميرسي قوي يا استاذ هيثم. الكلام التافه اللي انت بتكتبه والاغاني الغريبه اللي ساعات لما بسمع الكلام بجد بتخض. الف سلام عليك من الخضه. لا بجد والله. معلش، انت شكلك لسه جديده. ما هو جديد بيقدم وبيملح وبيحمض، مش ده كلام اغانيك برضو؟ تمام. بصي، هو ذوق الناس عموما اتغير، فانت لو ما عرفتيش تواكبي التغير ده هتفضلي قاعده في البيت. انت بجد مصدق اللي انت بتقوله ده؟ طبعا. وهو مين اللي غير ذوق الناس؟ مش انتوا؟ انتوا؟ هو في 15 بيتكلموا معاكي؟ مين انتوا؟ اصحاب الكلمه. لا مش انا. انا ببقى شغال تمام زي الفل، بس بيجي واحد يعمل اغنيه كلماتها مختلفه وتافهه زي ما انت بتقولي، بس بتنجح وتكسر الدنيا، فتلاقي كل السوق بيعمل اغنيه شبه اللي ضربت دي. يعني انت ما عندكش شخصيه، لو واحد عمل حاجه مش تمام انت بتعمل زيه وخلاص. هو انت ليه مش قادره تفهمي ان في سوق؟ سوق. انا مش منتج، انا عبد المأمور، ما ينفعش يطلب مني شغل ما اشتغلوش. بس ممكن ترفض. اتاكل واقعد في البيت. يعني تعمل اي كلام يا تقعد في البيت. ده مش اي كلام، ده كلام ليه معاني مختلفه، وهي دي لغه الشباب دلوقتي. وعلى فكره ده بيحصل من زمان، يعني ايام عبد الحليم حافظ مثلا كان في جنبيه في نفس الفتره ناس بتغني كلام كتير ما ينفعش يتقال في وقتها. هو صح الدح مبودي كانت ينفع تبقى موجوده؟ صح الدح مبودي اغنيه شعبيه، وبعدين كان في مليون مطرب تاني، الفنان فريد الاطرش، ورده، نجاه، ناس كتير قوي، لكن دلوقتي مفيش غير كده. وانا هتحمل كمان نتيجه حب الجمهور للمطرب واختيارهم لاغانيه. لازم تعرفي ان طريقه اعجاب الناس دلوقتي ما بقتش بصوت المطرب وبس، في عوامل تانيه كتير ومهمه، زي شكل الكليب مثلا، طريقه التوزيع. على فكره انا اخر حاجه يعتمد عليها في الموضوع ده. بذمتك ما بتتكسفش لما يجي واحد يقول لك في لحن وعايز تحط له كلام؟ يعني الناس الفطاحه اللي انت بتتكلم عنهم كتير قوي كانوا بيقعدوا كتير جدا عشان يختاروا الكلمه، دلوقتي انت بتجيب اللحن وتفصل له كلام، بذمتك مش مكسوف؟ على فكره انا اول ما بشوف لحن من الالحان دي بعرفها على طول. بجد؟ لا برافو عليكي، ده انت شاطره قوي. شفت بقى؟ هو انت عايزه ايه بالظبط؟ انا ولا حاجه، عايزاك تدافع عن نفسك. ادافع عن نفسي لما اكون غلطان؟ طبعا غلطان. انت ما بتشوفش الولاد الصغيرين هم بيلقطوا كل الكلام اللي انت بتكتبه ده؟ اكل العيش وبس هو اللي همك. يا ست الحاجه، وانت ما بتفهميش؟ ايه حاجه دي، ما تتكلم عادل. انا غلطان اني سمحت لنفسي اتكلم معاكي اصلا. انت ليه زعلان؟ ممكن توصل وجهه نظرك بشكل محترم. انا زعلانه عليك، انت شاطر والمضمون ده اهم حاجه. يعني عايزه اقول لك ان اول ايه نزلت في القران الكريم هي اقرا، حتى في المسيحيه في البدء كانت الكلمه. يعني اهم حاجه في الدنيا واهم حاجه بتسيطر على ذوق الناس هو الكلمه. يا انجي افهمي، انا نتيجه مش سبب، روحي حاسب المنتجين. لا مش مصدقك، لان اي شاعر او اي فنان عنده قوه الرفض. انا اللي مزعلني منك ان انت عملت فلوس كتير قوي في الاول، انت مش نتيجه زي ما انت بتقول، انت بتقود الناس للاسفاف، انت بتبتكر الجديد كمان. والله دي شطاره مش حاجه وحشه، انا متمكن في الشعر، وبعدين ايه هي اصلا قوه الرفض؟ انا لو عملتها هقعد في بيتنا. يعني الموضوع بقى سبوبه ونحت. انت مين اللي زيك عليا؟ ليه بتقول كده؟ عشان ده واضح. هو انا لو ما طبلتلكش وقعدت افخم فيك يبقى مزقوق عليك؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ما علينا، الحوار خلص ولا لسه؟ لا لسه. طيب بصي يا انجي، انا بحاول اعمل شغل كويس، بس المنتجين والمطربين ذوقهم هم كمان اتغير، وانا اكيد معاهم، لو حاولت اعمل فيها السبع رجاله اكيد هتنسي. يعني انتوا ماشيين ورا الجمهور اللي انتوا اصلا بتمشوه، بقينا بلد الجمعيات، فهي دي النتيجه. ايه جمعيات دي؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني كل واحد بيمشي ورا الحاجه اللي نجحت، مش مهم مضمونها ايه. يا سلام، طب ما الغرب هو كمان كده، لو حاجه نجحت كل الناس بتعمل زيها. ولا انت شكلك ما بتتفرجيش على حاجه بره؟ لا الغرب لما بيبقى في حاجه كده بيبقى في مليون حاجه قدامها كويسه، والناجح بيفضل ناجح، مش الناجح بيروح يفشل نفسه مع الجاهل. انا مش فاهم كلامك. مش مهم. مهم ان انا بقى عايزه اكلمك في حكايه الافلام، ايه اللي خلاك تكتب افلام؟ والله انا لقيت نفسي اقدر اكتب حاجات حلوه، وبعدين الحمد لله يعني كل افلامي ناجحه. بس انا بحس ان انت مش مالك ادوات كتابه السيناريو. انت دارسه نقد فني؟ ايوه. دارسه سيناريو؟ لا. يبقى ما تتكلميش معايا في سيناريو وحوار. ليه؟ انت دارس سيناريو؟ انت كذاب، انت طلعت على التلفزيون وقلت انك مش دارس سيناريو، وان الموهبه اثقل بكتير قوي من الدراسه. طب ما هي الموهبه افضل من الدراسه، انت ممكن تبقي دارسه وحماره. امال ليه حاولت تكذب وتقول ان انت دارس سيناريو؟ وليه سالتني اذا كنت انا دارسه نقد فني ولا لا؟ ما انت ممكن تبقى دارس نقد فني وحمار. بص
انت افلامك كلها منحوته من افلام غربي. السينما فكر، فين فكرك؟ انا مش قادره اصدق ان ده ذوق الناس، لان اكيد الناس مش حابه تشوف نسخه عربي من فيلم غربي على ادفه كمان كتير قوي. فرصه سعيده جدا يا انجي. احنا لسه ما كملناش. لا كملي انت بقى، اقعدي اسالي وردي على نفسك، وحياه امي لا اعرف مين ابن الكلب اللي موصيكي تعملي فيا كده. انا مش فاهمه ليه انت زعلان انا بقول لك انك تافه، دي وجهه نظري يعني. ابن وجهه نظري انك تافه، ايه المشكله؟ ايه يا بنتي مالك؟ سارة؟ ماليش. طيب انا هو ممشي دلوقتي عشان عندي مواعيد كتير قوي، بس الازازه بتاعت النهارده كانت ايه، كانت فظيعه والجو كان تحفه. ممكن تسكت وملبس وانت ساكت. سارة انت في ايه؟ انت مش طبيعيه النهارده، وانا ضايقتك في حاجه؟ من فضلك يا نور، مش قادره اسمع صوت. انت مستنيه حد؟ خليك قاعد هنا، ما تطلعش بره. ازيك يا ساره؟ انت فين؟ انا هنا. وحشتين. وانت كمان قوي يا بابا. انت كويسه؟ انا كويسه. انا كمان كويس جدا. ايه الابتسامه اللي مالهاش معنى دي؟ ليه بتقول كده ساره؟ انت فاكره لما قلت لك اني بقيت اشرب كاس واحد في اليوم وبالليل؟ فاكره. طيب بقى كاس واحد كل يومين ثلاثه. أنا مبسوط جدا من نفسي. برافو يا بابا. ومالك بتقوليها كده وأنت مش مبسوطة؟ لا والله أنا مبسوطة جدا. أيوه كده. بابا. أيوه. هو أنت كنت جاي عشان تقولي كده بس؟ أيوه. دي حاجة كبيرة جدا مش صغيرة. لأني قدرت أسيطر على نفسي. ونجحت إني أتحكم فيها. أكتر من الأول بشوية. لأني كنت بستنى الكاس بتاع بالليل ده. فبقيت استنى بالليل ده بفارغ الصبر. كان لازم اكسر ده جوايا. وقدرت. ابوك شاطر مش كده؟ كده. وانتي كمان شاطرة. في ايه يا ساره؟ بقول لك اطلع بره. هو انا عملت لك حاجه؟ اطلع بره، انت ايه اللي جابك اصلا؟ انت ما بتفهمش. خلاص هسيبها لك وماشي. بره بره جاتك القرف. فهمتيني يا عزيزه؟ اه يا اخويا. هاتي يا اختي الرز ده. يعني لو ما تقعدي يا ست اللي اسمك فتكات، انت روشتينا بقى. الله، بتقعدي يا فتكات، هتزعلي الاستاذ مننا. طب حاضر يا ست عزيز. هو زمان الناس بتتفرج علينا دلوقتي في التلفزيون؟ زمان ابو احمد شايفني
يا اختي ده لو ابو احمد عنده تلفزيون اساسا يبقى يشوفك. تسيطري يا زيزه بقى. تسفتينا يا شيخه. ابو احمد ايه ساره؟ الو بقول لك ايه، اتفرجي على الحلقه النهارده عشان هتكون حلقه مسخره. حاضر. مال صوتك؟ مفيش. لا بجد في حاجه؟ مفيش حاجه. طيب انا هخلص وعدي عليك. اوكي باي. فتحي معلش انا اروح مشوار، ممكن نشيل عني الفقره دي؟ حاضر. بس في حاجه؟ لا لا مفيش، كله خير. ده الرننج اوردر. طب يلا باي باي يا جماعه. خير يعني؟ ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد خد باله فيكم انه لما بيقول الجمله دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انه يكون فعلا بيعنيها؟ يعني يقصد ان السلام يحل على المكان ورحمته وبركاته؟ من غير ما نفكر لا طبعا. ده احنا ساعات بنقول السلام عليكم وبعد كده نرجع نشتم الراجل اللي احنا سلمنا عليه. ما علينا. النهارده وبناء على طلب الجماهير في الرسائل اللي جات لنا جبت لكم عزيزه. اهلا بيك يا عزيزه. اهلا بيك يا غالي. يا سلام، شفتوا قالت لي ايه؟ اهلا بيك يا غالي، وهي فعلا تقصدها يا غالي. غصب عن ام الكل غالي، امال ايه؟ خلاص خلاص يا عزيزه قلبك ابيض. ها هتعملي لنا ايه النهارده يا عزيزه؟ النهارده هدوقكم واعمل لكم المحشي بكل انواعه. الله الله الله، احكي لنا حكايه المحشي يا زوزو. ده حكايته حكايه. اولا اسمه ظلمه. والكلمة دي تركي عراقي. يا سلام. بمعنى ايه؟ الجنينة المليانة. تلاقي النسوان من دول جايبة كل أنواع الخضار وبتحشيها وتخليها كده في صينية، بسم الله ما شاء الله. وتبقى مليانة، من هنا كلمة الجنينة الإيه؟ المليانة. 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 أنا بحب في عزيزة قوي إنها بتحب الحاجات اللي بتعملها، ودايماً عندها معلومات عنها. يعني الموضوع مش جاي اعتباطاً كده ولا كلش إن كان، لا. قولي يا ست الكل قولي. عايز اعرفك بقى بفتكات بتلف العنب، اجدع واحده تلف العنب، بتلفها اكتر من السيجاره اللي بتلفها الزين. اهلا اهلا مدام فتكات. وعقيله بتعمل كرومب، اشطر واحده في الحته، نمره واحد. اهلا اهلا يا ست عقيله. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا اهلا. نقول بقى المقادير. اتفضلي. هنجيب نص كيلو مفروم او كيلو على حسب العيله يعني. كوبايتين رز، بصله كبيره حلوه كده، شبت بقدونس، كزبره، فصين توم، وما تكتروش عشان بينفخ. حلو الكلام؟ حلو. وبعدين تروح مقلبينها ايه على بعض. حلو. يلا يا وليه منك ليها، قلبوا قلبوا الخلطه اهو، وريهم الشطاره اهو. حاضر يا ست عزيزه. ادينا بنسهل اهو. وقبل ما عزيزة وضيوف الجمال يجهزوا لنا خلطة الحشو، عايز أقول لكم أنا سبت الخارجية ليه؟ لأن اكتشفت إني مش سياسي، إني ما بعرفش. السياسة مش إنك تكذب، السياسة إنك تخليني أصدق حاجة وإنت عارف إن هي مش هتحصل أصلاً. السياسة عمرها ما كانت مواجهة. يا الله، أنا ما بعرفش أعمل كده، ما اقدرش اعيش بهذا الشكل. انا ما ينفعش اروح لواحد اسرائيلي احط ايدي في ايده وانا عارف انه ابن، ولا ايه؟ انا ما اقدرش اعمل كده. في ناس بتقدر تعمل كده، وده مطلوب ومهم على فكره، رغم ان الاتنين بيمثلوا على بعض. انا ما اعرفش امثل، ده عدو ولا مش عدو؟ يا اختي زودي الشبت في الرز عشان ما يلزقش. حاضر يا ست عزيزه اهو. لا مؤاخذه يا استاذ، دي سياستي مع المحشي، أنا اللي عارفاها كويس. على رأيك يا زوزو، للأسف الشديد عندنا في مصر بقينا بنكذب على بعض طول الوقت.
أرجوكم خدوا بالكم من اللي بتقولوه، خدوا بالكم من كلامكم ومن لسانكم. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. صح يا زوزو؟ صح يا أستاذ حبيبتي. وأنت بتقول غير الصح. ما تفرطش كده اهوت الورق، خليني نحشي معاك. بقول لك ايه يا استاذ، بس سيب احزانك دي يا اخويا وتيجي تحشي معانا. والله عندك حق، وانا بديك الساعه. يلا بينا، يلا بينا. قربي هنا. هاني اتفضل. الخلطه ده ورق العنب؟ لا يا بنتي كل ما تكوني تعبانه نفسيا تهدي حيد انا ونغير ديكور حديد اهو. اه صحتي ما بقتش قد كده، ارحميني. اه يا انا تخيلي بقى ان يظهر هتيجي عندها حق، يظهر ان انا فعلا هوكر. هوكر ايه الكلام الهبل اللي انتي بتقوليه ده؟ سارة كل واحد في حياته أكيد في حاجة بيحبها، ومش عيب إنك تكوني بتحب الجنس. أنا بتكلمش على عيب ولا صح ولا حرام، أنا بقيت قرفانة قوي من نفسي. إيه عمري ما حسيت بكده زي النهاردة، عشان كده أنا خدت قرار. هو أنت بتتكلمي جد ولا بتهرجي ولا إيه؟ كلام جد طبعا، قرار نهائي كمان. أنا مش هعمل كده تاني. أبويا لما جالي النهاردة واتكلم معايا شفته قد إيه مبسوط إنه قدر يسيطر على نفسه. كنت حاسة عايز يقولي أنت ما بتعمليش كده ليه أنت كمان؟ أنت ليه سايبة نفسك كده؟ للي يوديكي واللي يجيبك، مع إنك تقدري. تعرفي يا سارة أكتر حاجة بتعجبني فيكي إيه؟ طاري عليكي بقى شوية بمزاجي بدل النكد اللي إحنا فيه ده. إنك لما بتيجي تعملي الصح أو الغلط بتعمليه بنفس البراعة. بمعنى مثلا يعني لما تعملي حاجة غلط بتعيشي فيها لغاية الآخر وبتستمتعي بيها جدا، وفجأة لما تقرري تعملي حاجة صح برضو بتستمتعي بيها. زي دلوقتي. أنا من ساعة موضوع حمل هي إيه وأنا عمالة بسأل نفسي سؤال، أنا بعمل في نفسي كده ليه؟ عشان المتعة وخلاص؟ في حياتنا حاجة اسمها المتعة المؤجلة. إيه الاسم الحلو ده؟ ينفع مسلسل تركي. الأوراق المتساقطة، العشق الممنوع، المتعة المؤجلة. اضحكي بقى. انت ليه سبتي شغلك وجيتي؟ هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة بصراحة. يا بنتي ده غيرك. وبعدين في 1000 حد يقف مكاني في البرنامج، مع ان النهارده في فقرة بصراحة كان نفسي اتفرج عليها. ما تعالي شوية. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جمال المحشي. مال المحشي يا حلاوته. لما تغرف المحشي تقول ايه؟ ايه؟ اكل ولا احشي؟ تقابيح يا زوزو. والنبي نادلني على الوزير غلبان، على لحم بطنه من الصبح يعني امه. يا زين. بس ايه رايك يا زوزو المحشي جميل؟ اتفضلي يا حبيبي اهو. فظيع الراجل ده، مش ممكن. ايه ده؟ يا زين ما اخترت. ايه اللي لابسه ده يا زين؟ زوزو المحشي معليك. قرب كل. أعزائي المشاهدين، دي كانت آخر حلقة ليا. تزوروني بعد كام يوم في برنامج جديد. أسبوع على خير. إيه ده؟ الكلام ده حقيقي؟ آه. هنعمل برنامج جديد، بس لسه طبعًا هنعمل اجتماعات عشان نشوف الفكرة اللي هنقدمها.
انت اللي فين اصلا؟ بقالي فتره ما اعرفش عنك حاجه. خلاص بقى العد التنازلي، فرح يقرب. هتودعي لزوجي قريب يا جميل. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. امال فين تالتة؟ كلمتني في التليفون واكدت انها جايه وعامله لنا مفاجاه كبيره قد كده. انت اتضربتي امبارح في امبابا؟ يا ساتر يا رب. في يا بنتي اتضربت بس الحمد لله ما اتعورتش يعني. انت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده؟ ان الله حليم ستار فيها يا جماعه، الفضايح دي من الموضوع عدى وخلاص. تفتكروا ايه مفاجاتها دي؟ طلقت. حامل. ازاي يعني كل واحد فيهم بينام في اوضه؟ باللاسلكي، معايا طريقه جديده. بذمتكم لو كان الموضوع ده كده مش كنا ريحنا بالنا؟ تصوري ان ده ممكن يحصل فعلا مع التطور التكنولوجي اللي احنا فيه. يبقى راجل نايم في اوضه والست نايمه في اوضه، ويظبطوا بقى الانتنة على اشارات بعض كده، الست تحمل وخلاص. وفريدي الموجه حصل لها تشويه. لا كده حرام، البيبي يطلع مشوه. دي بقى اسمها خيانه. تعرفي ليه؟ ليه؟ ممكن الراجل يلقط اشاره جارته. وبعدين لو عنده مشكله جنسيه يروح بقى المهندس اتصالات. كل ده عشان نعرف مفاجاتها دي ايه. ترى هاو دو اي لوك؟ دودة بجد مبروك. مبروك مبروك يا دودة. مبروك. الله يبارك فيك. ايه ياما مش هتباركي لي؟ على ايه؟ على الحجاب. عندنا في الاسلام اللي بتلبس الحجاب بيقولوا لها مبروك. مبروك يا حاجه دودو. مش ناقصاكي انت كمان. مبروك يا هديل. الله يبارك فيك. ما قلتليش ايه رايك؟ مش عارفه، مهم تكوني مقتنعه. مقتنعه طبعا، دي اوامر الشيخ سيف. ابدا والله، انا اللي فجاه طقت في دماغي اعمل كده. معرفش، حسيت عايزه اقرب من ربنا وارضيه، يمكن حياتي تهدى شويه. وبعدين بصراحه كده سيف بقى كويس قوي. بس اهم حاجه انك تحترمي سيف. ده حجاب. يعني ايه؟ يعني ان ما يصحش واحده محجبه تشرب شيشه في مكان عام او تحشش. تصوري دي اكتر حاجه بتستفزني، لما تلاقي واحده مثلا بنت محجبه وقاعده في قهوه عماله تشيش، ولا قاعده بقى في مكان تاني بتشرب حشيش. يا جماعه كل واحد حر في حياته. انا بطلت حشيش، وقبل الحجاب انا ما كنتش بشرب شيشه. وست بحجاب او من غير حجاب ما بحبش شكلها وهي بتشرب شيشه بصراحه كده، يعني شكلها بيبقى مقزز. كل الحكايه ان انا فكرت في الدنيا وفي الاخره وفي الجنه. الجنه مهمه قوي. مالك ساكته؟ ما تتكلميش ليه؟ لا بس انا ماليش في الموضوع ده. اهم حاجه ان انت تكوني سعيده ومرتاحه. مرتاحه؟ انا اعرف عندكم في الاسلام ان موضوع الحجاب ده فرض، مش كده؟ عارفه انا الموضوع ده، بس مش معنى ان الست اتحجبت انها تدخل الجنه، وان في ست تانية مش محجبه هتدخل النار. يعني الموضوع بمجمل الاعمال كده على بعضها، مش بالحجاب ولا ايه؟ صح يا جان، فعلا كله في ميزان. بحب دماغك قوي يا جو. وانا ما قلتش ان بالحجاب هخش الجنه، انا قلت بالحجاب انا على الطريق الصحيح. انت قفشتي كده ليه؟ انا بتكلم عن مفهوم الجنه والنار بشكل عام، ما اقصدش حاجه تخصك. مالك؟ ماليش، بس انت اخر واحده ممكن تتكلم معايا في الموضوع ده. ليه بقى؟ لاني ببساطه ما احبش حد مشرك يتكلم في ديني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه؟ مش هي دي الحقيقه؟ ما تتكلموا. لكم دينكم ولي دين يا هديل. احنا من امتى بنتكلم في المواضيع دي؟ قولي لها هي الكلام ده، مش تقولي لي انا. لا نقول لك انت. انا ما بحبش طريقه الكلام دي يا هديل. من امتى بقى يا ساره؟ ما احنا بنتكلم في اي موضوع بينا. اشمعنى الموضوع ده بالذات اللي ما نتكلمش فيه؟ انا ما بقولش ما نتكلمش، انا بقول لك ما بحبش طريقه الكلام دي. احنا طبعا ممكن نتكلم في اي حاجه، بس ما نغلطش في بعض. وانا ما غلطتش فيها، هي دي الحقيقه. خلصت؟ خلصنا ايه بالظبط؟ مش معنى ان الدين مختلف عن دينك ان انت تكوني هجوميه عليا بالشكل ده.
انا مش كافره يا هديل ولا مشركه زي ما انت قلتي. انا عارفه ربنا كويس. وانتوا بقى بتقولوا مين ربنا؟ انت مالك ومال ديني. وانت كمان مالك ومال ديني. انا وانت لينا مهمه واحده بس على الارض، ان احنا نتعامل مع بعض كويس. لما نموت ربنا بقى حر فينا. انت مش عندك في دينك ايات بتوصيكي باهل الكتاب يهود ومسيحيين؟ احنا كمان عندنا ايه في الانجيل بتقول احبوا اعدائكم. وانت مش عدوتي، انت صاحبتي وحبيبتي وعارفه انك بتحبيني. عشان كده انا مش هزعل منك. انا مش هقول لك ربنا يسامحك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين لما الكفار عذبوهم جامد: روحوا لملك الحبشة لأنه عادل، حوله هينصفكم ويحميكم. ما قالش ده كافر ما تروحوش. إيه يا جماعة، هو في إيه؟ هو الكلام ماله قلب جد كده ليه؟ عشان في ناس لما بتتدين ما بتبصش لنفسها، بتبص للي حواليها وبس. أنا ما بصتش على حد حوالي. إيه؟ شايفاني ماسكه ودانها بقول لها يلا تعالي اسلمي؟ انا ما غلطتش في دينك يا هديل، انا قلت وجهه نظر كل المسلمين عارفينها. ده ما يديكيش الحق ابدا ان انت تهنيني بالشكل ده. انا في حقائق في المسيحيه عندي مؤمنه بيها، زي ما انت عندك حقائق في اسلامك مؤمنه بيها. وانت يا ساره، لما حصل لك الميس كارج والرجاله اللي انت بتجيبيهم البيت، انا اسفه، انا مش قصدي اجرح فيكي، انا بس عايزه اوضح حاجه. ده حرام ولا لا؟ دينيا حرام طبعا. وعندنا احنا كمان حرام. انا وانتي كنا مختلفين على موضوع البيبي ولا لا؟ كنا مختلفين. بطلنا نكلم بعض؟ لا. فكرتي تخسريني؟ لا طبعا. سامعه يا هانم؟ ولا تحبيني اقول لك يا اخت ولا يا حبيبتي في الله؟ انا عارفه ان في فرق في الدين بيننا، بس انتي عارفه ايه اللي بينا؟ احنا بينا سنين عمر، بينا صداقه، احنا بينا حاجات كتير قوي يا هديل. يا شيخ، ده عندكم وجادلوهم بالتي هي احسن. هديل، هو انت عشان محجبه ومتجوزه هتدخلي الجنه؟ وعشان هما مش محجبات وفي منهم اللي عنده علاقات هيدخل النار؟ انا ما غلطتش فيكي، علشان ديني بيامرني بكده زي دينك بالظبط. كونك تتحجبي او ما تتحجبيش ده لا هيضرني ولا هينفعني، وكوني مسيحيه ده لا هيضرك ولا هينفعك. كل اللي انا عملته ان انا علقت على كلامك، ما كانش قصدي اجرحك ولا اكسفك، علشان انا بحبك، بحبك بس. ده اللي هيفضل بيني وبينك. جان يا جان، ما كنتش متخيله ان كلامنا هيوصلنا في الاخر للشكل ده. عاجبك كده يا هانم؟ احنا من امتى كنا بندخل الدين في حياتنا يا هانم؟ في ايه يا جماعه؟ ما خلاص. لا مش خلاص يا هانم. تلاتة هانم؟ تريقه بقى يعني. هو انتوا على طول عاملينني ان انا البعبع وانا التروبش، وانتوا ايه يعني؟ الملائكه؟ عرفتوني. ايه ده بيه هنا؟ هديل؟ أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العظيم. أنا طلبت من ربنا كتير إنك تغيري، بس ما كنتش أتخيل إنك هتغيري كده. عشان أنت اتغيرت أنا كمان اتغيرت. أنا مبسوط جدا. وأنا كمان. ايوه عاطف، في ايه؟ يا ريس، في زباين كتير خدت الموتوسيكلات بتاعتها وانت بقالك اسبوع ما بتفتحش. اللي عايز ياخد موتوسيكل ويعطل ياخده براحته. انت بتتكلم منين؟
عاوزين يتكلموا معاك. يا ابني يتكلموا معايا في ايه؟ قول لهم ان انا مسافر كام يوم وراجع. حاضر يا ريس. وبعدين يا عطا اشتغل بايدك شويه يا اخي. ما بيردوش يا استاذ. طب يا عطا خلاص اقفل. بالسلامه انت. بعدين مش قادر انزل الشغل دلوقتي. طب ولحد امتى؟ محتاج ارتاح شويه. محتاج اقعد في البيت اصلي اقرا قران. محتاج اقعد معاكي. ايوه لكن احنا عندنا مصاريف ما بتوقفش. ومش هتستنى انا المصاريف دي. معلش يا هادي استحمليني شويه اليومين دول وشيلي انت شويه. اشيل ازاي يعني؟ ما هو انت لازم تشتغل. بيني وبينك انا خايف اخرج من البيت اساسا. خايف ارجع لحاجات انا خدت قرار اني ما ارجعش فيها تاني ابدا. طب ما انا كمان ماليش نفس انزل الشغل. فيها قد كده احنا الاثنين كنا محتاجين نرتاح ونهدى. بونجور يا استاذ. الورق ده لازم يتبعت للناس النهارده. حاضر. بس انا كده لازم ترجمه الاول. عشان كده بسالك هتعرفي تعملي ده النهارده ولا لا؟ هحاول. مفيش حاجه اسمها احاول، في اقدر او لا. حاضر. ماشي. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. ميرسي. ذوقك حلو جدا. لا على ايه بس؟ مالك؟ مفيش. مفيش فعلا؟ اصل دي اول مره اخرج من الزمالك من فتره، من ساعة علياء. بس ما كنتش هتفضل طول عمرك في الزمالك ولا ايه؟ اكيد. تشرب ايه؟ قهوه. وانا بسألك ليه؟ ما انا عارفة. هشربك قهوة عمرك ما شربت زيها. ماشي. ساكت ليه؟ مكتبك حلو قوي على فكرة. اتفضل. لا 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 أنا ماليش في قعدة المكاتب ولا حتى الأماكن الواسعة. أنا المحل كويس قوي عليا. هتفضل في المحل على طول؟ أيوه. طب ما فكرتش بعد كده تطور شغلك؟ كنت بفكر بس كل حاجة اتلخبطت. معرفش انا مبقتش عارف افكر يا هبه. خلاص افكر معاك. لا 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 انا كده هصدعك. لا. صدع براحتك، انا طالما بشرب قهوتي مش هصدع. اتفضل. اشرب وقولي رأيك. هايلة. ميرسي. بفكر افتح محل تاني والمحل التاني يخليني افتح محل تالت. بس ده كان زمان. طب اوكي ده كان زمان، دلوقتي؟ لا ما اضحكش عليك، انا بفكر اصفي اموري من مصر اصلا مسافر. فين؟ هولندا. انا عندي شويه صحاب هناك وكان ممكن هناك اشتغل في الورد. وانت معاك فلوس تخليك تقدر تفتح بيزنس هناك؟ اه. علياء كانت محوشة فلوس من ورايا. تخيلي؟
ميزو ما عندوش اي مرض عضوي، ميزو بيحب الاكل زي بالظبط يا ساره. طب حضرتك عملتي له كل التحاليل؟ طبعا، ما عندوش اي حاجه، سليم 100%. ساره انا عايزاكي تساعديني في ميزو ان هو يخس عشان خاطري يا ساره. طب معلش انا اسفه اني بسال حضرتك، بس حضرتك سايبه نفسك كده ليه؟ ييه، عملت كل الدايت فشلت، مفيش اي حاجه نفعت معايا خالص، بس قريب قوي هعمل تدبيس ان شاء الله. ساره انا مش عايزه ميزو يتعب زيي خالص. طب هو فين ميزو؟ ممكن اشوفه؟ دعم وسكر وهادي قوي قوي قوي، زي العسل. اهو يا ساره، خدي كاميلا، خدي كاميلا عين امك، خدي ياخدي، كلي قطه، خلصي. اسم الله اسم الله. هاي ميزو. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، البيت نور يا ابله، اتفضلي. ميرسي. والله العظيم البيت نور بيكي. ماما عامل ايه بيت؟ بس اسكت ما تفضحناش، مش انت لسه جاي من المطعم دلوقتي واكلين قد كده؟ انا عايز اكل بيض. ايه شايفه يا ابله؟ شايفه بيعمل معايا ايه؟ ميزو عايزين نقعد مع بعض ونتكلم شويه، ممكن بعد كده اكل؟ بعد كده كل، معلش انا النهارده مستعجله، هنقعد نتكلم وبعد كده كل زي ما انت عايز. اقعد نقنق بقى في اللي قدامك ده لغايه لما اعملك السندوتشات. ها اعمله سندوتشات. قال يعني طيب من فضلك معلش سيبينا لوحدنا انا وميزو، ممكن اسمع كلام ابله ساره وما تعملش مشاكل. يا ريت بلاش ابله، يا ريت تقولي لي ساره على طول. ماشي يا ساره. مرسي. اسمع كلام ساره ما تعملش لزوم النقنقه بس يا ساره. ها تعالى يا ميزو. تعالى حبيبي، اخبارك ايه؟ هو انت جاي عشان ما تخلينيش اكل يا ابله؟ لا ميزو من فضلك ما تقوليش ابله اولا، قولي ساره. ثانيا مين قالك الكلام ده؟ ماما. لا يا حبيبي انت هتاكل عادي. تقولي انت بتعمل ايه طول اليوم؟ طول يوم الاجازه يعني. يوم الاجازه تاخدي وعده؟ لا شكرا. طول يوم اجازه يعني بصحى ما افطرش يعني، مش هتبقى عارفه بس يعني ما باكلش. بتصحى الساعه كام؟ بصحى الساعة واحدة أو اتنين. طب وأيام المدرسة؟ بصحى الساعة 6 وبنام في الباص لغاية 9، بعديها أنام وأصحى وأنام وأصحى لغاية البريك، بعديها آكل السندوتشات الفينو الصغيرة دي. سندوتشات إيه؟ السندوتشات الفينو الصغيرة دي، باكل من 7 لـ 9 سندوتشات الفينو الصغيرة دي. ما بتعملي فيها أي حاجة، برجر، سوسيس، بيض، بحب البيض الأومليت. وبعد السندوتشات؟ بطول الوقت ده من غير اكل الا لو معاش شويه شوكولاتات، كلهم بعد العشاء. طب وبتاكل قد ايه شوكولاته؟ ما بحسبش حسب ماما بتديني. كمل. وبتتغدى؟ المهم برجع من المدرسه ماما تكون بتفطر، باكل معاها حاجه بسيطه واطلع انام، بعديها اصحى اعمل هوم ورك ولا بلاي ستيشن. طب وبتتعشى ايه؟ انا وماما بننقي مطعم ونروح ناكل فيه. طيب قولي حبيبي هو بابا فين؟ بابا مسافر امارات وبيجي كل شهر اسبوع. طب عندك صوره لي؟ بابا بقى غيرنا خالص، حبش الاكل يا ابله قصدي يا ساره. لا هو واضح يا حبيبي واضح. هو انت ليه شكلك طيب قوي كده؟ سايبيني اكل. ما انت طبعا هتاكل زي ما انت عايز، بس احنا الاول هنقعد نتكلم مع بعض، نتفق على شويه حاجات، بعد كده هناكل مع بعض ونلعب مع بعض، وهتاكل اي حاجه انت عايزها. الله يا بقيت كويس. تاخدي فلوس من ماما كتير؟ مين اللي قالك الكلام ده يا ميزو؟ ماما قالت لي تنطق من امبارح. طب يا ريت تنادي لي ماما حبيبي. ماما ماما ايه الاخبار يا ساره؟ ها في امل ان ميزو يخس؟ انا والابله قصدي انا وساره اتفقنا على شويه حاجات، ان ياكل ويخس في نفس الوقت. عظيم عظيم. تعالوا بقى اقروا الموضوع ده، طلع جامد موت. اللي هو موضوع ايه بقى؟ رجل الاعمال. ما انا قريته على فكره، انا مش هنشر موضوع رجل الاعمال ده يا انجي. ليه بقى؟ لانه بصراحه كده مليان فضايح. على فكره ما جبتش اي حاجه من عندي، هي دي الحقيقه. هو ممكن يعني يرفع لنا قضيه مثلا؟ وهي يعني على فكره هو مين اصلا؟ انا ما كتبتش اسمه. بس هو باين جدا ان هو ما عندناش اي مسؤوليه قانونيه. يا حبيبتي انا مش بتكلم في قانونا او مش قانونا، انا خايفه عليكي، وبعدين لو قرا الاسم هيعرفك على طول. لا ما تخافيش، وبعدين بقى انا عايزاه يعرف. طب ولو عمل حاجه؟ ستي يعمل ايه الخوف ده يا عز؟ ثواني. الو. ايه يا نجم انت فين؟ وصل؟ طيب لا هقول لك تحت العمر. يلا سلام.
مين ده؟ أكرم شوقي يا ستي، النجمة جاية عشان الريبورتاج. طب وإيه يعني هتنزلي له ليه ما يطلع أهو؟ ردي يا عزة على الأستاذة. يا حبيبتي ده نجم، النجوم دول ليهم معاملة خاصة. والله العظيم مرضى نفسيين كلهم، وإحنا اللي عملنا فيهم كده. بصي إنجي حبيبتي، أنا هسيبولك للصبح تعملي معاه الريبورتاج اللي أنت عايزاه. بس اتصور معايا إنجي. الواد مز يا إنجي. إيه يا صفاء؟ بيجرى إنجي مز كده. صفاء، إيه مز ومش مز ده؟ إيه الهبل ده؟ بقولك ايه، لما يجي عايز انزل اتكلم معاه شويه واخد منه صوره واحده بس، وبعدين هسيبهولك تعملي معاه الحوار اللي انت عايزاه. والله العظيم الف مبروك. اوكي انا نازله بقى اجيب واحد. اكل مز. مش لوحدك. لا لوحدي. لا لوحدي. اتصور انا هتصور. عزه هو مز قوي يعني؟ طب اجي ابص كده بصه. عزه بصي حضرتك، انا ما كنتش عايزه اتكلم معاكي قدام ميزو. ميزو دخلته جوه اهو، وانا تحت امرك. خير؟ لا مش خير ابدا. حضرتك جبتيني علشان عايزه ميزو يخس، مش كده؟ اه طبعا انا عايزاه يخس. هو مش هيخس، مش هينفع يخس بالطريقه دي طول ما اسلوب حياتك حضرتك بالطريقه دي. انت عاجبك صحه الولد كده؟ عاجبك شكله؟ طفل اقل من 10 سنين يبقى شكله وصحته عامله كده؟ ده مش قادر يمشي من هنا لهنا غير لما ينهك. انا تحت امرك، ومن ايدك دي لايدك دي، واللي انت هتقوليه انا هنفذه. لازم تنفذيه، يا اما وجودي مش هيكون له اي لازمه. حاضر. اولا الحاجات دي كلها لازم تتشال وما تتحطش هنا تاني. حاضر. لا انا قصدي تتشال دلوقتي حضرتك. حاضر، بس ده يعني لزوم النقنقه والفرجه بس يا ساره؟ لا مفيش حاجه اسمها نقنقه. عايزه تنقنقي، عايزه تاكلي اي حاجه ما بين الغداء والعشاء تكون فاكهه او سلطه. حضرتك وميزو الكلام ده يمشي عليكم انتوا الاثنين. حاضر. ممكن؟ اه حاضر. وبعدين لو سمحتي انا عايزه اشوف المطبخ بتاع حضرتك. اه حاضر حاضر، اتفضلي معايا. الكلام اللي هقول عليه يا ريت حضرتك تسمعيه بالظبط. حاضر. اولا مفيش اكل قدام التلفزيون خالص. عايزه تاكلي ممكن تاكلي فاكهه او خضار او اي حاجه من النوع ده. هو حريم السلطان وفاطمه اتفرج عليهم ازاي يا ساره؟ انا مالي تتفرجي عليهم ازاي مدام مريم؟ وبعدين هم ما ينفعش تتفرجي على التلفزيون من غير اكل. احاول. عموما انا طلعت لك الحاجات دي بقى، اتصرفي. اوكي. لو هتطلبي اكل من مطاعم يبقى مره واحده بس في الاسبوع لو سمحتي، في الويكند، ويا ريت يكون قبل الساعه 6. اشمعنى الساعه 6 يا ساره؟ اشمعنى قبل؟ عشان الاكل بعد الساعه 6 ما بيتحرقش كويس، يعني بعد الساعه 6 اي حاجه تاكليها ثلاث ارباعها بتفضل قاعده في الجسم ما بتتحرقش. حاضر. اوكي، بالنسبه لميزو ليه 2 شوكولاته بس في اليوم، واحده الصبح وواحده بعد الظهر، ويا ريت تديهم له مكافاه لما يعمل الكلام اللي مطلوب منه بالظبط. سارة، وانا ينفع اخد معاه واحدة شوكولات؟ انتي؟ اه. انا مالي يا مدام مريم؟ انا مالي تاكلي شوكولات ولا ما تاكليش؟ ده شيء يرجع لك، المهم الولد. حرام، بجد حرام اللي بتعمل فيه ده. حاضر يا سارة، حاضر. كنت هقول لك ان التلاجة مليانة بيبسيات وشوكولاتات، كنت هقول لك. ده ينفع؟ ده طبيعي؟ ده معقول ده؟ انا عايزة كيس، أي كيس بقى بسرعة. التلاجة من فضلك يكون فيها بس يا خضار يا فاكهة، الحاجات دي لا ممنوع. حاضر يا سلام. ممنوع. انا ماليش دعوة، لازم تكوني قدوة. صح. حاضر. لا ابدا مش طبيعي. ولا تزعلي نفسك خالص. حاضر يا سارة، حاضر. عيني. مش طبيعي والله. معي لمين؟ لله. يبقى رب، ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يم تيجي ندخل جوه شويه، عايزك في كلمتين. هما الكلمتين دول ما بيخلصوش. بيخلصوا ليه؟ انا لو عليا اتكلم كل يوم كل دقيقه كل ساعه. بس كده بقيت رغاية. ماله؟ الرغي حلو، الرغي جميل. مين؟ زبون الزباين، سيبك منه، وده وقته. طب ما ترد عليه. مش فاضي، عندي شغل.
فوزي ازيك؟ السلام عليكم، مين معايا؟ نقينج يا فوزي. ايوه. بقولك ما شفتش سيف، بس ما بيردش عليا. ومش هيرد، الحمد لله ربنا هداه وبقى كويس. ده على اساس ان انا الشيطان يعني. اتجننت ولا ايه؟ اقفل يلا. يلا. الله، شكل طبق السلطه ده حلو قوي. طنطك ساره هي اللي عاملاهولك. قصدي ابلة ساره هي اللي عاملاه. طيب مش هاكل دلوقتي، هاكل كمان شويه. براحتك يا حبيبي زي ما تحب. ازاي يعني؟ ماليش دعوه، ماليش دعوه. ميزو حبيبي، اهم حاجه ان انت لازم تاكل الاكل في مواعيد ثابته، ما بتتغيرش لو سمحت. طيب مش هاكل دلوقتي، هاكل بعد الظهر. انا بقى هعمل لك اكله، انما ماليش دعوه، ماليش دعوه. بصي يا حبيبي، لو ما اكلتش الغدا دلوقتي ما هتروح عليك وجبه الغدا، الوجبه اللي بعدها هتكون اخف، ما فيهاش بقى رز، ما فيهاش حاجه. ما هي ايه؟ لا، هتتعشى نص رغيف جبنه مثلا، ممكن كوبايه لبن معاها، واي نوع فاكهه انت عاوزه. ليه؟ هو انا عيان؟ هو انا عندي برد؟ لا، هو انت عيان فعلا، بس انت الوحيد اللي بايدك انك تعالج نفسك يا ميزو. لا مش همشي على النظام ده، لا سامحيني مش همشي على النظام ده. جرايه يا ميزو، اللي هتقوله قبل ساره هو اللي هيمشي، سامع؟ ميزو الحي ساره الحي. يعني هو انت يعني في الوقت اللي مش المفروض ان انت تتنرفزي فيه بتتنرفزي، والوقت ان انا عايزاكي تكوني فيه شديده ما تبقيش شديده خالص، انت ماشيه بالعكس. خلاص روحي ورا، روحي ورا يا ساره حبيب امك يا روحي. لا انا حاسه ان الواد هفتان، وحاسه كمان ان ساره هتخلولي زي البوصه. يا حبيب امك يا روحي مش مهم، اكل لك انا، اكل انا يا حبيبي، انا فداك يا روح ماما. بتدور على ايه؟ على فكره بقى اللي بتدور عليه مش هتلاقيه ولا هنا ولا في المطبخ ولا في الليفينج ولا في البيت خالص. انت عايزه مني ايه؟ ممكن اقعد نتكلم شويه لو سمحت؟ لا انا عايز شوكولاته. طب نقعد نتكلم وانا اديلك شوكولاته. ميزو خلاص بقى. قولي يا ميزو، انت مش عايز تجري وتلعب زي اصحابك؟ انا بجري وبلعب زي كل اصحابي. لا مش زيهم. طب مش عايز تلبس لبس تاني غير اللي انت لابسه ده؟ صراحة بحب اكل. انا عارف، وانا كمان، انا مش همنعك من الاكل على فكرة. كل اللي بطلبه منك يا ميزو ان احنا نمشي على نظام معين. هتفطر كل اللي انت عاوزه، وتتغدى يا رز يا مكرونة، طبق سلطة حلو كبير، يا فراخ يا لحمة، لازم خضار، ولما تيجي تتعشى تاكل نص ساندوتش. وليك عليا يا سيدي تاكل مرتين شوكولاته في اليوم، مره الصبح ومره الظهر، وليك يوم تاكل فيه كل اللي انت عاوزه في اي وقت. في حاجه وحشه؟ حاول. طيب الكلام اللي احنا هنتفق عليه دلوقتي مامتك هتعمله، لو انت موافق انا هاجي ونعمل كل الكلام ده، لو انت مش موافق همشي ومش هتشوف وشي تاني. صراحه ما اعرفش ما اكلش. لا هتعرف وانا هساعدك. انا بجوع كل نص ساعة. كل يا حبيبي كل نص ساعة، بس ممكن تاكل زبادي، أي نوع فاكهة، أي نوع خضار. ميزو، أنت بتحب تلعب كورة؟ لا بحب أعوم. طب ما بتعومش في النادي ليه؟ أنا رحت مرة واحدة بس عشان العيال اللي هناك بيقولوا لي يا ميزو اتخانقنا في شلة شوية مرتدلة. معلش يا حبيبي، ما تزعلش. على فكرة بقى انت هتخس وهتبقى احلى ولد في الدنيا. حاضر، بس عايز شوكولاتة النهاردة تاني بعد الغدا. يلا تعالى نقوم ناكل. يلا ثورة يناير بقى معاها ولا لا؟ طبعا مع الثورة، شعب صار على فرعون عشان خاطر استبداده وعشان خاطر فساد الناس اللي حواليه. صار على فرعون ولا على نظام؟ لا، الشعب صار على النظام الأول وبعد كده صار عليه، لأن هما خلقوا منه فرعون جديد، خلقوا منه فرعون بيتحكم في الناس، كان بيستبدهم، كان نظام قاسي أوي،
على فكره انا نزلت الميدان. ويعني الثوره مش بنزول الميدان ولا لا، بس ده مش موضوعنا. يعني هاخد من كلامك كده على فرعون، انت بقى مش شايف نفسك فرعون؟ فرعون؟ فرعون ازاي يعني؟ وانا في ايدي سلطه؟ اقول لك بقى فرعون ازاي. يعني ما تروح لمنتج وتطلب منه 7-8 مليون جنيه ورق يتفصل لك عشانك باسمك بمنظرك بكل حاجه، لا، وبعد ما يتفصل لك مش هتسكت على كده، تفضل تشيل الكلمه دي وتحط الكلمه دي، وتشيل المشهد ده وتحط المشهد ده. ممثلين؟ لا دي برتاح لها، لا ده مش عايزه، لا دي طويله عليا، لا ده مش عايزه، وتختار الممثلين اللي انت عايزهم كلهم. وبعدين المنتج تطلب منه كل اللي انت عايزه في اللوكيشن، قال ايه؟ اسمك بيبيع. مخرج لازم يبقى صاحبك او شخصيته ضايعه، عشان برضو تفرض عليه اللي انت عايزه، الكادرات اللي انت عايزها، الزاويه اللي انت بتحب تتصور منها، الممثل ده يتصور 5 ثواني، الممثله دي تتصور من ظهرها، ده يتصور من قفاه، وفي الاخر بعد ما العمل يخلص حضرتك النجم والحاشيه اللي حواليك كلها بتعظم منك، مالي مركزك، مليونير من الجلده للجلده وبتبيع. وبعد كل ده كله تقولي انك مش فرعون. كل ده على فكره انا بعمل كده، بس ليه بقى؟ وعلى فكره برضه انا كنت شغال صبي نجار. ليه؟ عشان كنت بحب التمثيل. كانت كل مشكلتي ان انا امثل، ما كنتش لاقي شغل، كنت بروح اخد اي دور ان شاء الله كومبارس، ما كانش عندي مشكله، المهم ان انا اقف قدام الكاميرا وبس، ما اعملش حاجه تاني. واروح اللوكيشن الساعه 7 الصبح لحد الساعه 2، وافضل مستني وجبه يا عالم اخدها ولا لا، وافضل مستني النجم عشان ناخد اللقطه اللي بعملها، وبعد ما نخلص اروح له اقول له استاذ لو في عمل جديد خدني معاك، انا بعرف امثل كويس، نفسي امثل، يوعدني ويقول لي يا حبيبي انت معايا في المسلسل اللي جاي، تعالى. اوسخ كلمه ممكن تسمعها في الوسط ده، انت معايا. المهم اخرج من اللوكيشن الساعه 3 بالليل، وافضل ماشي من شارع الهرم من اخره لحد بيتنا في الدرب الاحمر. وساعات كان بيقابلني كمين في الطريق، ويقابلني ظابط، اقول له يا فندم انا شغال ممثل، يقول لي انا ما اعرفكش يالا، مثل لي حته وضحكني. اقول له انا مش ممثل كوميدي، يقول لي لا ما انت مش هتمشي من هنا غير لما تضحكني. وكنت افضل قاعد من جنبه عشان اضحكه، عشان يسيبني اروح في عز البرد ده. ودلوقتي اهو انا بقيت احسن من احمد زكي، يبقى مش من حقي بقى ان انا اعمل كل اللي اتعمل فيا ده ولا مش من حقي؟ لا مش من حقك. مش معنى ان اللي في وسطكم عملوا فيك كده يبقى انت تعمل كده في الناس اللي حواليك. نجم ده ربنا مديله نور، والنور ده لازم يوزعه على اللي حواليه. لو النور ده زاد جواك هيحرقك. بالعكس، انت بعد اللي قلته لي ده كله لازم تحس باي حد حواليك اكتر من اي حد. على فكره هي المشكله في الموضوع قله الاصل. انت ازاي بتتكلمي معايا بالشكل ده؟ على فكره انت اللي قلت. انا قلت ان انا كنت فقير. الفقر مش عيب، لكن النفسيه الفقيره هي الكارثه. انت مجنونه ولا ايه في يومك ده؟ فضلك تتكلم بادب. انت بتقولي الاكرم شوقي اتكلم بادب يا سفله؟ قلة الادب دي؟ مين اكرم شوقي يعني؟ ركز كده هتلاقي احنا اللي عملناك عامل فيها نجم، بس انت ولا حاجه. انت سفله وقليله الادب. يلا اطلع بره. النجم قال ده فنان، ده عربجي. شغلك لوحدك يبقى انت يعني محترفه طبعا. لا ولا محترفه ولا حاجه، بس انا حابه الموضوع جدا. لا متهيألي ان ده يعني اكتر من حب شويه. ماشي سي، نتكلم شغلي بقى. ايه رايك تشاركني؟ اشاركك في ايه بس يا حبيبي؟ انا كل البرفيومز اللي بعملها حريمي، ايه رايك انت تعمل رجالي؟ انا بفكر افتح مصنع وانت تمسك فيه خطوط الرجالي.
مش عارف. أنا مش بجاملك على فكرة، أنت فعلا شاطر، أنا ممكن أستفاد منك. قلتي إيه؟ هتقعد تفكر؟ خلاص أنا موافقة. هو أنتِ يعني بتعملي معايا كده ليه؟ أنت تقدر تبتدي من هنا لغاية لما يخلص موضوع المصنع وعندك كل حاجة هنا، الورود والبرفيوم. أي حسب حسب حسب. لا مش عايزة، هتوجعني. ما تخفيش. مش هتنزل على النجف اللي انا نقيته. ماشي يا بنت الحلال، هو اللي عند الراجل اللي انا هجيب من عنده. النجف اللي انا نقيته اسباني، والنجف اللي انت عايز تحطه في بيتي صيني، وانا مش هحط النجف في بيتي صيني. اوكي طيب يا جان، احنا كده كده هنتقابل بالليل في ميعادنا عند الست بتاعت البومبيرات، ما تنسيش. لا انا مش ناسيه، المهم ان انت ما تنساش، انا مش هحط النجف صيني في بيتي. سلام. الو احنا برا، اطلعي عايزينك برا. طيب باي. برا ايه؟ تلاقيها بتفكر ايه اللي جابنا. اكيد، بس ما تخافيش عليها قوي، يعني مش هتموت من الصدمه. صاحبتنا بارده برا. مظبوط، بس بيني وبينك معاها حق، هدي زودتها شويه. هاي طب بس عشان جد. يحيى الهلال مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب. مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب. الله اكبر. الله اكبر. حقك عليا. وانا كمان يا جو حقك عليا. حبايبي بجد. انك رزله بس ما تزعليش. انتوا اتجننتوا يا بنات؟ انا بجد مش زعلانه من هديل. مش بقول لك برده، مفيش دم خالص. بجد؟ هاتي المايك. احنا طول عمرنا يا حبيبتي اخوات، الباب في الباب، وبناكل الكحك مع بعض. عارفه يا حبيبتي انا ام جرجس هي اللي مربياني. احنا حلوين قوي. امال ليه بيحصل كده؟ الطرف الثالث، هو الطرف الثالث. بس عارفه اللي يجيب سيره جيني هطلع. خلاص خلاص خلاص. وهكذا اعزائي المشاهدين، زي ما انتم شايفين الوحده الوطنيه في بلدنا الحبيبه الغاليه مصر. مش هما بيقولوا كده يا اختي؟ طبعا يا اختي. على فكره بجد احنا لازم نتكلم في الموضوع ده عشان نقفله. خلاص نتكلم جد. بصي يا بنات، بجد في مصر مسلمين ومسيحيين بيحبوا بعض، والمشكله مش في الاختلاف ابدا، هو طبيعي ان يكون في اختلاف، المشكله في الاسلوب. يعني مثلا اللي حصل بيني وبينها دي ده حوار صحي جدا، المفروض يحصل بين كل الناس. المشكله هنا بقى مش في اختلافنا، المشكله في الاسلوب. هديل كان اسلوبها جارح. انا مش شايفه في اي مشكله في الاختلاف، مع ان في ناس بتزايد على الموضوع ده، في ناس طبعا بتتلكك، مش كل الناس شبه بعض. بس احنا عمرنا ما اتكلمنا في كده. اكيد. تخيلي بقى لما اتنين متعلمين زي الهانم كده وهديل يتكلموا كده، هيعملوا ايه بقى اللي مش متعلمين، اللي في المستويات الاقل، سواء مسيحي او مسلم؟ طبعا انت يا بنت احنا مش صالحناك. يلا غوري اطلعي شويه. حبايبي غوري. حبايبي هي دي المحبه بجد. الا صحيح، ايه دايما اسامي محلات المسيحيين في مصر؟ المحبه. غلوش غلوش. تعالوا يلا نروح نتغدى مع بعض. يلا اوكي. شايفه الواد الاوز اللي هناك ده؟ اوز اشتغل معاه جيم. كفته سلوده يا جو. اسمه مصطفى؟ يعني كفته بنتي دي هبل. اسم مصطفى جرج السوس. انت شكله ظريف قوي. بطلي قله ادب، احترمي نفسك. طب ما هي اعلى وزي الفل اهو، امال احنا جينا ليه؟ انت بس ابعدي عنها هديل وهي هتبقى زي الفل. على فكره انا هكلم هديل بجد، انا مش زعلانه منها. كل اللي حصل من هديل انا ما كنتش متوقعه انها تجرحني، بس انت عارفه دي طبيعتها، ما هي عملت معايا كده انا كمان. هي بتطلع بتنزل على مفيش. بجد هديل بق كل حاجة حتى في أفعالها. حلوة أوي.
انتوا جايين تفضحوني؟ انا دكتوره محترمه على فكره. بجد؟ مش عارفه. ماشي، هنتغدى فين؟ اي حته. لا قولوا علشان انا هاجي وراكم بعربيتي. طب نطلع بالعربيه ونتكلم في التليفون؟ نحدد من دلوقتي بدل ما نتوه من بعض بقى. يلا بقى خلصوا، انتوا باردين قوي. الخير على دوم البردين يا حبيبتي. قلش 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 رخيص قلش رخيص. يلا بينا. يلا 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 امشي قدامي. حاضر. ايه يا امال؟ هو كل يوم تنظيف تنظيف. ايه مش بتتعبي من التنظيف؟ ما بحبش التراب انا. حد قالك انا اللي بحب التراب يا امال؟ يا حبيبتي الناس الطبيعيه بتنظف يوم واحد في الاسبوع وباقي الاسبوع بتروق من على الوش كده، لكن مش كل يوم كل يوم، مش صبح وليل تنظيف يا امال. هو انت مقلق اصلا؟ انت بتعمل معايا حاجه عشان تتكلم؟ بدانا في موشح كل يوم. بقول لك ايه يا امال؟ 100 مره قلت لك انا ما بساعدش حد، امي معوداني اقعد كده والناس هي تساعدني. اقعد عند امك. بدانا بقى بطوله اللسان. لا ما هو انا مش امك. وبعدين انا ذنبي ان هي مطلعاك متدلع يعني. متدلع؟ امال انتي هتعملي ايه بعد ما تخلصي تنظيف؟ ها؟ هدخل استحمى وانام. تنامي ليه طيب؟ ايه النظام ها؟ ايه؟ لا مش قادرة. تعبانة يا اخي. هو انت ايه؟ ما عندكش دم؟ عندي دم. بس برضو يعني امال عندي مشاعر ها؟ كده يعني. خلاص خليها بكرة. ايه جو الرخص ده؟ وانا بطلب دليفري؟ ما انت لو طول اليوم قاعد مع ادم بتتهد زي ما انا ما بتهد مش هتقول كده. خلاص يا امال انا حفظت المبررات والموشحات وادم والتنظيف. انا اسف. على فكره انت خسرانه. خسرانه طبعا. انت هيفوتك شويه حاجات. يلا كشف الطيب نصيب. بقول لك ايه يا امجد، ما تخش تنام. لا مش هنام، انا هقعد اتفرج على التلفزيون. نام انت. طب عارف يا امجد لو لقيتك بتتفرج على القنوات القذره اللي كل ما امسحها من على الريسيفر الاقيها تاني دي هعمل فيك ايه؟ انا بطل قله ادب، انا ما بعملش كده. لا والله استعبط بقى استعبط. انا مش هتفرج على التلفزيون يا امال. خلاص انا هدخل استحمى اطلع الاقيك نايم وبتشخر. بشخر؟ التحدث لفتيات مصريات اضغط الرقم 1. مصريات هي ناقصة. لبنانيات اضغط الرقم 2. هو ده. للتحدث مع نيكول اضغط الرقم 1. للتحدث مع نانسي اضغط الرقم 2. للتحدث مع امال اضغط الرقم 3. امال ايه ده؟ انتوا ورايا ورايا. بتقول حاجة؟ لا انا ما دوستش 3، ما قلتش حاجة. خلينا في نانسي. ألو؟ خلاص يا زينب حاضر، هعدي عليكم بكرة الصبح. ماشي يا قمر، باي باي. عملت لك شوية جروشرز تحفة بس مش هيكفوا غير أسبوعين. حبيبتي وماله؟ ربنا يخليك ليه؟ إيه الجو ده؟ هو أنا بقول لك كده عشان تقول لي ربنا يخليك ليه يا حبيبتي؟ حبيبي إحنا الاتنين واحد. بموت فيكي والله. وانا كمان. بس اعمل حسابك هتعمل بروشرز كمان اسبوعين. بس تعرف سهل. تعرف انت البنت زينب بتقول لي جالي زباين كتير قوي وطالبين اوردرات كتير ولازم انزل الشغل من بكره عشان اعرف اسلمه. وماله يا حبيبتي ده حاجه كويسه. شفت ربنا بيبعت لنا رزقنا ازاي؟ والله انا فعلا مبسوط وحاسس كده في طاقه. بقول لك ايه؟ طالما انت بقى هتسيبيني وتروحي الشغل وتتشغلي وزباين ها؟ عايزك في كلمتين صغيرين كده نقعد مع بعض في الاوضه شويه. نفس الكلمتين؟ لا 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 ده في كلام كتير جدا. ما انت كنت مهيس المره اللي فاتت وما قلتهمش صح. لا تعالي اوريكي بس انا بموت فيك ازاي. تعالي. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ها طمنيني ايه الاخبار؟ اخبار ايه؟ الشقه. الشقه كله تمام والعمال شغالين وكله مظبوط. وبعدين هنزل انا وعماد نجيب بقى التحف والنجف وكل حاجه. طب بينقي حاجه كويسه. حاضر يا ماما هنقي حاجه كويسه. القيس. واكيد خطيبك عايز ترخص. قوم عايزك في حاجه. ايه خير؟ قوم بس تعالى. في ايه؟ تعالى هقول لك. هو كل شويه قوم قوم. حاجه غريبه جدا. قوم يا بابا بس. والدتك دي ما وراهاش الا قوم قوم. ماشي.
حاضر هجيبهم معايا. خلاص بقى خلاص يلا سلام. انت فين؟ انا اللي فين؟ انت اللي فين؟ انا موجوده. دي مراتك اللي كنت بتكلمها؟ في حد غيرها بيعكن عليا؟ هي. وادم فين؟ في البيت كويس. هبقى اجيبه لك بكره، بس سيبك من ادم بقى وركزي مع ابوه شويه. في ايه؟ انا عايز دواء اللي ياخده كده تحس ان هو مش مظبوط نفسيا. ليه؟ ليه يا جان؟ يعني لواحد صاحبي. مين صاحبك ده؟ في يا جان اسئله. صاحبي وعنده كوميسيون طبي في الشركه، عايز ياخد اجازه، فعايزهم لما يكشفوا عليه يعني يلاقوه تعبان. طيب الادويه دي فيها مشكله، ممكن تعمل ادمان وممكن جدا تبان في التحاليل. ادمان؟ طبعا. طب بصي هاتيلي دواء مفعوله ما يكونش جامد يعني، وانا هقول له يمثل له شويه وهو بالمره ما يبانش في التحاليل. بص يا سيدي، هو في ادويه الصرع هي اللي بتعمل كده، انا هجيبها من عند بابا من الصيدليه، بس بشرط اوعى الحاجات دي تبقى معاك في العربيه، دي ممكن تعمل لك مشكله كبيره جدا لانها نازله جدول. خلاص هاتيها بس ومالكيش دعوه. اوعى. خلاص انا طالعه بقى. يلا. صرع هو قهوه من العيشه مع امال. يلا يا ميزو هات التيشيرت بتاعتك عشان تنزل التمرين. مش عايز. طب ايه رايك بعد ما التمرين يخلص انزل انا عشان ما حدش يشوفني؟ ايه الكلام ده؟ انت مش راجل ولا ايه؟ هتتكسف؟ وبعدين بقى انا عايزه كل اصحابك دول يشوفوك وانت بتخس يوم عن التاني عشان يعرفوا قد ايه انت قوي وارادتك قويه. يلا يا بطل هات. هات يا حبيب ماما. يلا يا روح قلبي. خلصي. انا حاسه ان الواد هفتن قوي يا ساره. انا ما اكلتوش الا الصبح 9 سندوتشات بس حبيب امه. انا مش قادره بصراحه. انا مش هرد عليك يا ماما. ينفع اكله حاجه وهو طالع؟ مش هرد عليك يا ماما. طب بصي انا عامله حسابك تفطري معايا. لا الف هنا وشيف انت. اكل انا اكل لكم. حالي الان ليس كحالي اول ما بدات بالالتزام. خشوعي في الصلاه قليل، قراءتي للقران قلت، وما صرت أتأثر كما كنت أتأثر بالسابق. تغير الحال. سيف هديل. ازيك يا روحي؟ عاملة ايه؟ مش كويس. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ يا ده الواحد بقاله كتير قوي ما نامش النوم ده. انت عارفة ما هي دي نعمة من ربنا، نعمة كبيرة قوي ان الواحد ينام كده من غير قلق. ايوه بس يعني ربنا ما قالناش نعمل كده. ما قالش ايه بالظبط؟ ما قالش ان احنا نسيب الشغل ونقعد في البيت نصلي ونقرا القران ونسمع دروس دين. طبعا ده كويس جدا. طب عارف مره الرسول دخل المسجد، قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. لقى واحد قاعد بيتعبد، ساله انت مين بيعولك؟ قال له اخي. عارف الرسول قال له ايه؟ قول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قال له اخيك افضل منك. اشتغل بقى. اشتغل يا هديل اشتغل، بس مش قادر انزل الشغل دلوقتي، وبعدين انا متوكل على ربنا. متوكل حاجه ومتواكل حاجه، والوضع اللي حضرتك فيه اسمه تواكل. تواكل. وبعدين مش كل ما هكلمك في الموضوع ده هتقول ان شاء الله ربنا هيبعت. هيبعت منين؟ ما هو لازم نشتغل علشان نبعت. وايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ ولا يعني عشان انت صرفت على البيت شويه كده؟ عموما انا اسفه ما اقصدش، لكن انا كمان ما بقاش معايا فلوس، في اوردرز كتير بقيت الغيها. ما تقلقيش انا هتصرف. انا هتصرف. تتصرف ازاي يعني؟ ممكن ابيع الموتوسيكل ونصرف على البيت من ثمنه. انت بتحب الموتوسيكل ده جدا، هتبيعه علشان تصرف فلوسه؟ طب وبعد ما نصرف فلوسه هتبيع ايه تاني؟ طب عايزه نعمل ايه دلوقتي؟ تشتغل. حاضر هشتغل هشتغل، بس مش وقته، لسه ما جاش وقت ان انا اشتغل. سيف انت بقالك شهر ولا بتروح الشغل ولا بتروح الجامع، انت ما بقتش تخش الجامع غير يوم الجمعه بس. يعني انا مستريح كده
وبعدين انا قاعد في البيت بأدي الفرض بفرضه، بقرا قران وبسمع دروس دين اكني في الجامع بالظبط. وبعدين اهم حاجه ان انا ما بعملش حاجه تغضب ربنا. طب اشتغل. حاضر يا هديل، قلت هشتغل. حاضر. بقولك ايه؟ عايز ايه؟ سيف انت بتزهقش؟ ازهق؟ حد يبقى جنبه القمر ده ويزهق؟ ده انا باخد حقي منك تالت ومتلت، حقي اللي حرمتيني منه بقالك كتير. هو انا ليه حاسه انك بتنتقم مني؟ ده حب يا هبله. لا يا راجل. اه والله. بقولك ايه؟ نعم. انت اخبار التحاليل ايه؟ اهو برضه نعرف الجو فيه ايه. تصور كنت بفكر اروح النهارده. يا رب ارزقنا يا رب يا رب. تعالي بقولك تعالي بس نترزق جوه. انما ايه الشطاره دي بس يا عم؟ برافو يا حبيب امك. هاي بجد؟ طبعا. قولي جوت تطلب سالد ولا تاكل شوكولاته من بتوع النهارده؟ لا سالد. يا ولاد يا ميسي وحشين. ايه ده؟ لا 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 ايه؟ ايوه فطاسي. لا فطاسي يا ميسي. هو الدنيا ساره سيبيه موسه. لا ما ينفعش. هو ما عندوش ريحه التنين. ميزو ميزو فطاسي يا ساره. خديني فطاسي. لا عيب ما يسحلش كده. امشي اقعد من هنا برضه. خير امشي. لا يا لهوي اخذبيه. سيبيه يا ساره. اسيبه ده ايه؟ هيموت الولد. وانت للادب. عيب عيب ما حدش يعمل كده يا ميزو. تعالى. ايه يا ست انت؟ قليل الادب يا ساره. ايوه هو قليل الادب. ميزو ما يعملش زيه. ما تزعلش. سارة؟ أيوه. إزيك؟ أنا آسف على التأخير. لا ولا يهمك خالص. بصي أنا هبدأ من الأول خالص. أنا اسمي عادل عبد الله، أنا عندي شركة الهدى للاستثمار العقاري. إيه ده فعلاً؟ أنا بابايا واخد شاليه عندكم في الساحل. طب ويا ترى مبسوط معانا ولا لأ؟ لا مبسوط، المكان حلو أوي. طب الحمد لله، لو عنده مشكلة في أي وقت يا ريت تكلميني على طول. أكيد إن شاء الله. خير، إيه المشكلة يا أستاذ عادل؟ هو مش خير أوي الصراحة. والصراحة انت لما كلمتني في التليفون انا ما فهمتش حاجة. كل اللي فهمته بس ان انت ما عندكش اي مشاكل مع اولادك. فهي ايه القصة بالظبط؟ بص يا سارة، انا شغلي علمني افكر بطريقة غير معتادة. لما قريت السي في بتاعك على الانترنت اتأكدت ان لو في طفل عنده مشكلة اكيد هتقدري تحليها، وفي نفس الوقت لو في واحد كبير برضو عنده مشكلة عشان هو مخه زي الاطفال هتعرفي تحليها. صح. هدى مراتي. مالها؟ لا ده موضوع يطول شرحه ومش هينفع نقوله هنا. انا عندي مكان صغير كده بقابل فيه ناس لما بتكون مقابلات غير رسميه. يا ريت نروح نتكلم هناك شويه. ارجوك تقدري صراحتي وفي نفس الوقت تقدري ظروفي اللي انت لسه ما عرفتيهاش. انا عندي فكره تانيه. انا في حاجات كده في العقد مش فاهماها. انا قريته يا زيزه، قريته. فيها حاجه مش فاهماها وانا فاهمهولك، مفيش مشكله. لا كلام زيزو بقى على دماغي من فوق. مالك انت ومال يا اخويا؟ طب خلاص اتفضلي امضي. ما بمضيش. دي حمزه بيدي مش طريقه شغل دي. طب سيبها تكمل ونفهم منها عايزه ايه. انا ببصم ونصبر. القاتل على المقتول كان بصم لوحده. طب انا كنت عايز اعرف هتبقى فكره برنامجكم عامله ازاي. هو ايه الفاكتور ده اللي في البرنامج؟ فاكتور؟ فاكتور ايه؟ فاكتور ايه يا زيزه؟ انت قلت لي كده. انا ايوه يا استاذ. قصدها البروديوسر. وانتي؟ ايوه البروديوسر ده اللي في البرنامج. انا عارفه بقى. وانتي مالك انتي بالشخص ده اساسا؟ تعرفيه منين؟ نعم نعم من حقي اسال وانت تجاوب يا عنيا. ماشي يا حاجه. واحد اسمه هشام عبد الحميد. لا فتحي. ليه فتحي؟ هو كده يا اما مش حابسه. وايش عرفك بفتحي؟ انا ايش عرفني؟ ده انا اعرفه يا اخويا من قبل انت بتتولد. ده كان بياكل في العربيه عندي. بس مش معنى كده ان اديله برنامج. انا مش عايز اديله برنامج. يو يلا بينا يا زيزو بيه. يلا روح. يا ظهر يما يا ظهر يما. تاني؟ والنبي يا اخويا شكلي كده عايز يعمل المساج تاني. واحنا مروحين نعدي على الفندق الاربع فصول ده اعمل المساج هناك. انا برتاح قوي. يلا يا زيزو. ما انا ما اقدرش اعمل معاها حاجه. هي حره في الكرول اللي معاها. ايوه انا حره في الكرول اللي معايا.
مش ذكره برضه يا استاذ اللي بيسوق العربجي؟ براحتكم. يا اختي نفري على طول وعرقه كده حيطاق، قلت كده طول النهار وليل يزعق وتلاقيك هفق في بيتك. بقولك يا حاجة أنا بحترمك من الصبح مش عايز أغلط فيكي. نعم نعم، وأنت تقدر تعمل حاجة غير كده؟ لازم تحترمني. لا يلا يا أخويا اتحرش بيا، والنبي نفسي اتحرش بيا. زعلت زوزو. إيه بس اللي بتقوليه يا حاجة ده؟ عيب كده؟ عيب ده إيه؟ بقولك إيه؟ بلاش، والنبي بلاش. خلاص ماشي، فتحي فتحي، يلا يا ريس مفيش مشاكل. خلاص يا زيزة، الراجل وافق. أنت شايف كده؟ تقريبا. يلا، ودي بصمة. جانب. لا خد انت عشان انا ما بكلموش. نفسي كده شايله منه متوضيه اصلا. بيقرا وما بيعرفش يقرا، ده زي حالاتي. انت فين؟ وانت مالك؟ طب على فكره بقى انا سامعه صوت عزيزه وشريف وانت في القناه. ها؟ ايوه انا وشريف وعزيزه موجودين في القناه، وعزيزه وقعت العقد. مفيش حاجه وحشه يا استاذ، ما هو قدامها اهو. يا حاج ارحمي امي، مش كده؟ وانا مالي بقى ومال امك؟ هي جايه توقع معانا؟ دي هتطلع على شريف القديم والجديد. هتطلع؟ طلعت خلاص وحياتك. طب بقول لك ايه؟ همن عليك بقى النهارده وعزمك على العشاء. فين؟ يعني عندي في البيت. لا 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 لا، انا رجل محترم، عيب. على فكره انا عازماك على عشاء وبس، مش عازماك على حاجه تانية. هتطبخي ايه؟ هو ايه اللي هطبخ؟ ايه اللي هطبخه؟ هتاكله اي حاجه. قله ادب وقله ذوق كمان، مش جاي. ماشي بعد اذنك لو سمحت، لو اتكرمت يا استاذ حمزه، من فضلك تيجي وتشرفني عشان عزمك النهاردة على عشاء عندي. هشوف وقتي يا بنتي وبرد عليكي. مش لايق عليك خالص الاسلوب النظيف ده. طب يلا غوري احسن كده. ايوه كده ارجع لاصلك عشان تعرف بس ان انت ما تقدرش تستحمل 30 ثانية تتكلم فيهم عادل. مع امثالك ما اعتقدش، لان ما قعدتش مع امثالك اتعشى قبل كده، ايه القرف ده؟ طب تصدق مفيش عشاء ومفيش اكل ومفيش سلام كمان. باي باي. اجي امتى؟ اتفضل. شكرا. حلو قوي ستايل الفيلا. ميرسي، دي فيلا بابايا. لما يعوزي بيها يا ريت تقولي. حاضر. سارة، أنا مراتي مش طبيعية تماما. يعني إيه؟ يعني بتغير بشكل غير طبيعي، بتغير بشكل جنوني، وأنا بتهيألي الموضوع ده اتحول معاها المرض. يعني عندها استعداد تعمل مشاكل في أي حتة مع أي حد، عاملة لي فضايح في المكتب وفي البيت. وانا شاكك انها بتراقبني طول الوقت. تخيلي وصلت لكده. انت بتخونها؟ لا طبعا، بس الموضوع بالنسبه لي كان عادي في الاول. انا قلت ده بيحصل بين اي اتنين متجوزين. بعدين بدا يزيد يوم بعد يوم لدرجه ان انا ما بقتش عارف اركز حتى في شغلي، وانا شغلي اهم حاجه عندي بعد هدى والولاد. بص، عاده الستات بتعمل كده لما تكون فاضيه، حاول تشغلها شويه. ايوه بس هدى مش فاضيه، هدى عندها الشغل الخاص بيها، عندها شركة متخصصة في فرش القرى السياحية والفنادق، وأنا أحياناً باخد شغل من عندها. يعني مش فاضية خالص، وبعدين هي ست ناجحة جداً في شغلها. غريبة مش كده؟ جداً. طيب أنا ممكن أقابلها؟ هترفض تقابلك تحت أي مبرر، انسي. طب أنا إيه المطلوب مني؟ أنا عايز أعرف أعمل معاها إيه؟ عشان أعرف أعيش معاها. أوكي، يبقى أنت هتسيبني أشتغل لوحدي شوية ونتقابل بكرة. أكيد طبعا. أوكي خلاص، يبقى نتقابل هنا بكرة في نفس الميعاد. أوكي استأذن أنا. اتفضل، فرصة سعيدة. أنا آسف. السلام عليكم، أنا عزيزة، عارفيني؟ شفتوني أنت وهي قبل كده. إن شاء الله هعمل لكم برنامج اسمه مطعم عزيزة، كل الأكلات الموحوحة اللي أنتوا بتحبوها هعملها لكم، مش المطاعم الوسخة لا مؤاخذة القذرة، ضيقين قوي هنا. وكل اصحاب المطاعم هستضيفهم كل يوم في كل حلقه، وهعمل لكم كل الاكلات الشعبيه. مع عزيزه هتاكل اكله لذيذه وبس. الله، حلويات، الحلاوه دي؟ طب
قمر الله الله يخليك. ايه ده ايه ده مالك؟ خد بايدي افتحها. افتحها دي مش هنا، هنا فتحي عشان احنا في الاستوديو. يا اخويا انت طول اني عايزه اتهزر معاك. تعالى تعالى. ما جبت لي سندوتشين الكبده والفلفل الاخضر؟ هظبطك ما تقلقش. يلا. قنبله عزيزه دي. الله افندم، جوزي كان عندك بيعمل ايه؟ جوزك مين حضرتك؟ اكيد حضرتك غلطانه. بس كل الفيلل اللي حواليكي قالوا لي ان انت الوحيده اللي عايشه لوحدك. وده معناه يعني ان هو جاري؟ ايه اللي حضرتك بتقولي ده؟ يعني انت ما تعرفيش حد اسمه عادل عبد الله؟ لا. اوكي هنشوف. باي. من 25 سنة اتعزمت على عشاء عند أخت فاضلة، بعد العشاء كانت ليلة عنب. يا قمر انت. لا مش من أولها كده. شوفي انا واخد عهد على نفسي ان انا ما اغلطش فيكي في بيتك. لا كتر خيرك يا حمزه. حمزه يا واطيه. انت لسه مش بتقول اخد عهد على نفسي مش هشتمك من اولها كده يا واطيه. ما تضايقنيش وانا ما اشتمش. شوفي بقى انا جايب لك مفاجاه. هنا هنا. حاضر حاضر. هو بالظبط مقاسك. ازازه واين. اعوذ بالله. انا كنت ناوي اعمل لك دلوقتي كوبايتين سحلب بعد الاكل. سحلب. بس بما ان سعاده السفير جاي النهارده يشرب معايا كاس واين فاكيد ده شرف ليا. اكيد شرف ليك. ابو سيدي وشه وضهر. طبعا. يلا نلبس الخواتم تاني. اقول لك حاجه؟ قول. لما تحبي تعرفي ثقافة شخص ما ثقافته تشم ريحة بيته، وقبل ما تطول لسانك أنا أقصد ريحة البيت الأصلي مش اللي رشش معطر، لأن أنا بعرف أفرق كويس قوي بين الريحة دي ودي. تعرفيه ثقافيا واجتماعيا من ريحة بيته. تمام أوكي. طبعا انت ما تفهميش في الكلام ده خالص. اعلمك حاجه تانيه؟ ايه بقى؟ انت تعرفي الشخص من حمامه. انت ناوي تروح الحمام بتاعي؟ لا. الحمد لله. مش غير حمامي انا لوحدي. تعرفي الشخص من الحمام بتاعه؟ تعرفيه متربي ولا لا؟ منظم ولا لا؟ مرتب ولا لا؟ ابن ناس ولا لا؟ من حمامه. طب بالنسبه بقى للكشف الطبي والفحص اللي انت عملته ده النتيجه طلعت ايه؟ شوف انا ما شفتش حمامك بس اقدر اقول ان انت بنت ناس. بحسب طول عمري طول عمري صدقني. لا بتفهم. ازغرت ازغرت الحمد لله. انت تعرفي انا عارف ان انت بنت ناس من امتى؟ من امتى؟ هتستغربي قوي. من اول مره شفتك فيها لما كنت قاعده على السلم. واضح ان انا كنت بنت ناس قوي. انت بتتريق. لا ما بتريقش. رغم انك كنت شرشوحه يومها بس برضه ولاد الناس لما يحاولوا يشرشحوا ايوه يبقى ليهم طريقه. عارفه ممكن واحده بنت ناس جنده ماشيه بالعربيه وحد يخبطها مثلا او يلمس عربيتها ولا حاجه بتنزل ممكن تعمل عمل درامي فظيع بس بيبان انها بنت ناس. واخده بالي؟ عن يا ابن الذين. لا لعيب يا ابن الذين. لا لعيب. هو انا كنت قلت لك ان انت بنت ناس من شويه؟ طبعا.
أنا آسف. ليه؟ ما ارتحتش. لا بنت ناس، ماشيه بنت ناس بس. عندك حق وأنت ذكي جدا وبتفهم جدا. قول لي بقى، بتحب البيكاتا؟ جدا. بالمشروم؟ جدا جدا جدا. تبقى محظوظ النهارده. ايه ده؟ بصوت ولا حد قال؟ احساس كده، عارف الهاجز طلع لي. هاجز؟ هاجز بالانجليزي. قلب الام. فينك يا عزيزه؟ كان زمانها دلوقتي عامله لي طاجن عكاوي ولحمه راس ترم عظمي. شبكاتة. الله. اصلا انت فكرتني يا عزيزه عملت ايه في البرنامج بتاعك؟ كله تمام. ايه؟ خلصت فكره البرنامج. صحيح، شريف بيقول لك انك هتشرفي على البرنامج ده. ليه؟ هو مش هشام عبد الحميد هو اللي بيشرف على برنامج الطبخ اصلا؟ لا، هو قال انك هتشرفي على البرنامج بتاعي وبرنامج عزيزه، وهشام عبد الحميد هيمسك برنامج فوزيه وجمالات. جمالات برضو؟ طبعا. طب بقول لك ايه بقى؟ ما تيجي بقى واحنا قاعدين كده بناكل نفكر في الشغل ونشوف هنعمل ايه يعني في البرنامج، يعني وانت عارف الاكل كده بينشط الخلايا. اسف. انا جاي اكل بيكاتا بالمشروب واشرب عين واغور. مش ما تيجي ايه ده؟ ايه ده؟ قاعد باكل مع تعفول اللي ناكل ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ماشي، بس مش انا اللي فتحت اصلا موضوع الشغل، انت اللي جبت سيره من الاول عزيزه ففتحنا موضوع الشغل. فتحت امتى موضوع الشغل؟ خليكي محدده. امتى ان شاء الله؟ قبل ما اقول يلا ناكل. طب ما احنا لسه ما اكلناش. ما عايز اطفح. اتفضل. وبعدين انت بالذات ما ينفعش نتكلم واحنا بناكل. ليه بقى؟ لانك بتفتفي وانت بتاكلي. لا انا ما بتفتفش وانا باكل. لا بتفتفي. لا عمرها ما حصل ان انا تفتفت وانا باكل. لا بتفتفي. طب استنى اوريك دلوقتي. اوريك دلوقتي. اوريك هنجرب نعمل تيست. هتفتفي. طب خلاص اتفضل يلا كل. ليه ما هقوم وامشي واسيبك. غوري. لا اقعدي. لا كنت هاكل. جيت لك وسالتك عليه وقلتي لي ما اعرفوش ولا عمري شفته، وخليتي منظري زفت قدام كل الناس اللي حواليكي وخصوصا باباكي ومامتك. بس انا عارفه ان هو جالك النهارده وقعد معاكي يا حرام. ايوه بس حضرتك لازم تفهمي ان لازم ايه؟ انا بس عايزه اعرفك اللي يضحك على هدى الشربيني يحصل له ايه حلوه. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ ايه؟ بس تسلم ايديكي، شاطره قوي، الاكل حلو جدا. طبعا تسلم ايدي. لو قولي لي انت ما اتجوزتيش ليه لغايه دلوقتي؟ قول الحمد لله ان انا اتطلقت. بتهزري؟ بجد؟ انت ما قلتليش الموضوع ده قبل كده خالص. اقول لك ليه؟ انا اصلا ما بقولش لحد، حتى اصحابي ما يعرفوش. كانت تجربة سخيفة؟ انت راقي قوي. كلاس، تجربة سخيفة؟
هي اسمها مش تجربة مش لطيفة، اسمها تجربة حقيرة. ما يتقالش عليه غير كده. بس على فكرة روان ده كويس. عارف ليه؟ عشان نطشني وقلت لك. سيبك من الواين واحكي لي. انت ليه بقيت حشر وبتسأل في كل حاجة؟ الحشرية دي من عشر الأم. عايز أعرف. عايز تعرف. احكي لك. حاضر. بس هنوقف بعديها واين عشان مش ضامنة احكي لك بعد كده ايه. بص يا سيدي، زمان في الاول خالص اول ما دخلت الميديا كنت باخد تريننج مع مخرج مشهور، يعني تدريب. تريننج يعني تدريب. اه كملت تعليم يا عارف. برافو. ف كنت هبله قوي، كنت لسه صغيره بقى ومش فاهمه، ما اعرفش اقيم الناس. يمكن ده من منطلق ان انت دلوقتي لما كبرتي بتعرفي تقيم الناس. الواين هايل. فعلا مش عارفه اقيمك لغايه دلوقتي. رحت معاه بقى، كنا بنعمل تغطيه لموضوع كده في بورسعيد، حبيبتي بورسعيد. كنت لسه قلبي طاير كده، اعترف لي بحبه. قررنا فجاه ان احنا نتجوز. كانت جوازه زي الزفت. زي الزفت ازاي؟ انت عايزني احكي لك الزفت؟ لا يعني كان بيضربك مثلا؟ ضربني؟ بص انا عارفه ان احنا في مجتمعنا العربي للاسف في رجاله ممكن تضرب مراتهم، بس ده على حسب ضربها ليه وامتى وازاي وفين. فين دي مهمه برضه. انا اتضربت ليلة الدخلة وعلى السرير. فهمت؟ أكيد فهمت. مهم يعني صحيت الصبح. لا أنا ما نمتش أصلا ولا نمت. قعدت مستنية لغاية ما هو يصحى. طلبت منه الطلاق مرضيش. فتهفيت في نافوخي، عملت مجنونة وضربته. على السرير. يا ريت في الحمام. استغلت الفرصة وهو موطي كده ومتضحك. بس فالحمد لله اتجنن هو كمان فطلقني. من ساعتها بقى قررت انا ما اقولش لحد خالص ان انا اتجوزت واتطلقت. انت عارف طبعا برضو في مجتمعنا العربي اي واحدة مطلقة بتبقى زي ما تقول كده حاجة مش كويسة، عيب، ما يصحش. بس ما قلتش لحد خالص، ما بتكلمش في الموضوع، ما بحكوش. كويس. طيب ليه ما قلتيش لاصحابك؟ لا انا ما قصدتش ان ما اقولش على فكره، بس هي كده زي ما تقول حاجه اوتوماتيك دي حصلت معايا، لان كل ما حد يسالني اقول له لا، وده كان قراري فما قلت لهمش، بس ما قصدتش. يا بنتي ليه؟ وكدبت عليا انا شخصيا ده كله؟ على فكره يظهر ان الكذب ده سمه فينا. وبعدين مش انا وحدي بس اللي بكتب، ما انت كتبت برضه عليا. انا كتبت عليكي في ايه؟ كتبت اقول لك؟ اقول عشان تعرف بس ان انا كنت غبيه وبقيت ذكيه. مش تزعل، مش هتشتم. احاول. الله يرحمها بقى، كانت احلى منك واطول منك واذكى منك. يعني لا في جواز ولا في مرحومة. بصي هو أنا بفضل يعني بيعجبني الدبلوماسية في الرد. تفضل. اتفضل. اتفضل. إن أخلي حاجات شخصية ليا. أنا موافقة إن أنت يكون عندك في حاجات بتحتفظ بيها لنفسك، ده عادي. ممكن تقول احتفظ بيها لنفسي، مش عايزه ارد، لكن دبلوماسي ويكتب اهو ده العيب. عيب بخبي. لما اتزنق بألف. ايه ده؟ صرصوره حبيبتي صاحبتي. استنى. لا طبعا طبعا. البنت دي هتقعد بقى ترغي. استنى. الو الو، ايه بتقولي ايه؟
يا نهار ابيض ساره 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 يا نهار اسود دم 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 ايه من فضلك انا ما بحبش كده ساره اهدي واسكتي شويه ساره اهدي من فضلك خلينا نفكر ساره يا ساره مين عملك كده يا ساره على فكرة يا عايشة مش ميت عشان تهبلي كده نهدي شوية معاكي بيرفيوم؟ أنا معايا يا حبيبتي يا سارة يا حبيبتي يا سارة مين عمل فيكي كده يا حبيبتي يا سارة سارة حبيبتي اللي حصل أكيلي مين يا حبيبتي اللي ضربوكي مين؟ مين؟ أي احنا جايين نتكلم اهدي شوية هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بس يا حبيبي اوعي اتحركي انا تكون مكسورة حاضر 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 ازيكم يا بنات؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مبروك الله يبارك فيك خطوة مش سهلة بصي هو تسيبي توكلك على ربنا هتلاقي كل حاجه بتيجي سهله عن اقتناع بقى ولا جوزك ايه الحكايه كل الناس بتسالني السؤال ده لان 3 ارباع اللي بيتحجبوا بعد الجواز بيكون عشان خاطر الراجل ليه ان شاء الله هو انا متجوزه امبارح ده انا بقالي سنتين بكافح ربنا معاكي ويثبتك ادعولي عن اذنكم ازيك اهلا ازيك يلا عشان معانا شغل كتير دي طلبيه المفروض نخلصها وكمان هناخد عربيه منها وريني يا ستي انا مش هعمل الشغل ده ليه من غير ليه ايوه بس عايزه اعرف علشان اقتنع الناس اللي طالبه الشغل ده انا عارفاهم كويس قوي وعارفه الاكسسوارز بتاعتي هتستخدم في حاجات مش تمام انت اكيد بتهزري صح ولا بتتكلم بجد بتكلم بجد يعني كل الزباين بتوع الجاليريز لو سمحتي من فضلك ما تركبينيش ذنوب وما تخلينيش اتكلم في اعراض الناس يا سلام هو مصنع العربيه راجل صاحب مصنع العربيه لما بيجي يبيع العربية لحد بيبقى عارف إذا كان هيستخدمها في الدعارة مثلاً ولا هيستخدمها في حاجة حلوة انتي كمان هو ماله هو بيبيع العربية وخلاص وكمان انتي مالك مين اللي هيلبس شغلك إذا كان الكلام ده ما يهمكيش فيهمني أنا ما عنديش استعداد إني أغضب ربنا ده بمناسبة الحجاب يعني ولا إيه؟ من فضلك اتكلمي كويس انا بتكلم كويس لا وكل اللي انا بقوله ده ليه علاقه بشغلي وانا مش عايز ازعل ربنا وعايزاه يبارك لي في رزقي انا اعرف ان ربنا بيبارك في الرزق لما الواحد بيقوم بشغله كويس ملوش دعوه بقى هيعمل بيه ايه وكمان ربنا بيحاسب الناس التانيه احنا ما بنصنعش خمره ده اللي انا اعرفه عن ربنا انت تعرفي حاجه عن ربنا طب أمرت إيه؟ بلاش أنتِ. بأمرت إن أنا إنك خدتيني ورحت عملت عملية عشان خاطر ربنا يسترها عليا. ولا إيه رأيك؟ ردي عليا. أنتِ بتقصدي إيه؟ أنا ما أقصدش كده أبداً. مش أنتِ أختي الكبيرة؟ أنا مش جاية هنا تاني. زينب. زينب. هاي هاي ازيك يا خالد شفت عربيتك بره قلت اكيد رجعتي من السفر سفر ايه؟ وانتي مش كنتي مسافره ولا ايه؟ ازيك يا هديل عامله ايه؟ انا كويسه طب الظاهر انا جيت في وقت مش مناسب هبقى اكلمك في التليفون اوكي باي باي ردي يا زينب مم.
أنا فين؟ أنت في المستشفى يا حبيبتي. آه يا ماما، ظهري وإيدي بيوجعوني أوي. حبيبتي الحمد لله على سلامتك، الحمد لله إنها جت على قد كده. الدكاترة طمنوني، قالوا لي إنها كلها كام يوم وتبقي زي الفل. أيوة حمزة، قالوا لي إن في ناس طلعوا وضربوكي في البيت، مين دول؟ معرفش. متعرفيش إزاي؟ البيت ما فيهوش أي حاجة مسروقة. أنت عملتي حاجة؟ والله العظيم يا ماما ما عملت حاجة. خلاص يا طنط بقى، انتي عارفة تعبانة، سيبيها دلوقتي. المهم ألف حمد لله على سلامتها هي. مش هتطمن عليها؟ معلش معلش، مش دلوقتي. أنا بصراحة لو أعرف إن انتي ما عندكيش حل الكلام ده كنت بصراحة هتقررتك لغاية ما أعرف مين ولاد الكلب اللي عملوا فيكي كده. إيه؟ أنا وشي مش ألفت قوي. لا يا حبيبتي خالص، قمر كدابة. أنا كدابة؟ أنا بكدب؟ أنا كدبت عليكي قبل كده؟ بعرفك وأنت بتكدبي، أنا وشي مش هلفظ، ما عارفة. هي إيه اسمها إيه؟ شطحات، سجامات، يعني حاجات كده. سجحات، كلامات، تزوقات كده. تزوقات دول. حاطة لك روجة جو أحمر أهو، ده أنت خدودك وردت على الضرب. بس مش قادرة أضحك، ممكن تصوريني؟ بذمتك في حد في الدنيا يتصور ويسيب ذكرى مسيئه لشكله في وقت زي دوت بالمنظر ده؟ انا صوريني بقى، انا مش هشوفها بس صوريني. لا بلاش صوريني، بطلي غلاسه، خلي الصور معاكي بس صوريني. صوريني هنزلها في الجرايد وافضحك. معلش يا طنط، مستقبلها هيضيع، مفيش جواز ومفيش عريس. لا 100 عريس و100 جواز كمان بالمنظر ده؟ طبعا دي قمر. ما اظنش. شلفت هعملها لك فوتوشوب واشيل لك التشوهات ديت. ماشي يلا يا ستي، وريني وشك كده. يا لا يا حبيبتي قمر، ما تقوليش كده. مش هنفوت قوي. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي قمر، قمر السنين. مش عايزه اشوف قلبي حبيبه قلبي. خليهم معاكي. مش عارفه طنط ايه حكايه الام بجد بتشوف عيالها حلوين في عينها. القرد في عين امه. قوليها قوليها. انا عارفه. لا مش القرد ده، في مثل تاني بيقولوا خنفسه خنفسه تشوف ولادها على الحيط تقول يا لولي ومطلوب في خيط. انا لا يا روحي لا. ده اللولي الاسود صح؟ لا اللولي القمر. كان نفسي اشوفه اللولي بس بتضحكوني. اضحكي يا حبيبتي بقى اضحكي. خلي الصور دي معاكي. انت فاكره كدالك؟ اخد عليها فلوس يا ماما. انت اتجننت؟ ايوه اتجننت، ايوه اتجننت، انا شفت كده، ايوه اتجننت، ايوه اتجننت، اتجننت. ايه الهباب اللي انت بتحببه ده؟ انت مبلبع يا حشاش انت عشان تعمل كده؟ حشاش؟ ارحمي امي، ارحمي امي، ارحمي امي. يا اخي ارحم انت امي. مش هرحم امك، مش هرحم امك، مش هرحم امك، مش على بيا عين العنب، 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 على بيا عين العنب. اخرب بيتك يا امجد الزفت، ايه اللي انت بتحببه ده؟
الحمد لله على سلامتك يا سو، نورتي البيت. لاف يو حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. انا كتير كنت باجي هنا العب شويه بيانو، بس كنت اكتئب عشان انت مش موجوده. تعبتك معايا ايه؟ انا حلفت زي ما اخدتك من هنا بنفسي ارجعك بنفسي. المهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تعرف انا حاولت كذا مره اكلم اللي اسمه عادل عبد الله ده، بس تليفونه طول الوقت مقفول. مش نازلت على المحضر خلاص يا ماما؟ دي ست مريضه، مريضه على نفسها، برضو كان لازم تتحاسب. مش هتتحاسب لانها مسنوده هي وجوزها. خلاص بقى. ايه اللي بتقوليه ده يا ساره؟ ازاي خلاص بقى؟ انت مش شايفها تعبانه؟ خلينا نتكلم معاها بعدين. يلا بينا دلوقتي. يلا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. يلا باي يا بنات. باي باي طن. باي باي انكل. باي باي بنات. باي باي. يلا بقول لك ايه، انا همشي انا كمان عشان اسيبك بقى تنامي. لا يلا. انا عايزاكي تعالي. عايزاني؟ وانا كمان عايزاك. كان قلبي حاسس ان انت مشتاقه للرذيله يا حياتي. بس بقى بطلي اباحه، انا عايزاكي بجد. عايزه ايه؟ بالنسبه للراجل ومراته والمحضر اللي انا اتنازلت عنه، انت بصراحه فقعه مرارتي. انا مش فاهمه اتنازلتي ليه؟ بعدين حكايه قلبك الطيب الكبير والست مريضه، مريضه نفسيا ايه بس؟ خلصتي؟ لا ما خلصتش، لان انت فعلا كان لازم تعملي محضر. انا مش فاهمه انت اتنازلتي ليه؟ باباكي كان عنده حق. انا عايزه انتقم الست دي. ايه؟ كان عندك فرصه تاخدي حقك تالت ومتلت. ما كانش هيحصل. كانت هتلبسها لحد تاني، وحتى لو كنت اتعرفت على الناس اللي ضربوني كانت هتدي لهم فلوس وتخليهم يعترفوا على نفسهم. طب انت عايزه تعملي ايه دلوقتي؟ مش عارف. عايزاكي تفكري معايا، وعايزه حمزه البسيوني كمان يفكر معايا. دي دماغ سو بقى. هو اصلا فاضي اليومين دول، وهو بيحب الاجرام قوي. طبعا انت عارفه ان انا مش عايزه انتقمه، بس ها؟ لان انا ما عملتش اي حاجه للست دي. لو كنت عملت اي حاجه ليها او حتى لجوزها كنت هسكت، لكن انا عايزه اخد حقي بقى منها. ومن جوزها كمان على فكره، لانه راجل خيخه. طب بقول لك ايه؟ عندك قميص نوم بامبا شفتيشي مفتوح من ورا؟ بس بقى مش تقرصي بقى يا شيخ. طب بقى ما تجيبي بوسه. بس بقى سفله. يا بنت بحب شكلك كده وانت تعبانه. بحنلك برضه. بصي كده شو... تعبانه وجعاكي؟ وجعاكي؟ لا خالص ابدا. تعبانه في حاجه وجعاكي؟ ولا اي حاجه ابدا. احكي لي يا حبيبتي يا عم مش هتاخدني. بس احكي لي. هموت. نحي نحي نحي. يا سوا يا بتاعت الشر. عجبتك؟ عجبك كده؟ انا حبيتك على فكره، انا وانت وحمزه هنبقى على نفس الهواء. مثلث الشر. بقيتي شرير. جدا. فين؟ فين؟ ما حصلش. ازيكم؟ اهلا يا حبيبتي، تعالي كلي. لا سبقتكم. طب تعالي كلي افتحي نفس ابوكي. لا خلاص، انت وجودك جنبه هيفتح له نفسه. وانت كمان يا حبيبتي. انا وانت لو قعدنا جنبه ممكن يزور من كتر الاكل. حبيبتي يا راجل اهو زيه. خد 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 اهو يا حاج. ميه. انت يا بنت انت مش خد خد ادخلي جوه، ادخلي جوه ما تقعديش معانا. يلا. شوف الست قلبت عليا ازاي. احلى حاجه في البيت دي الدلال الخفيف. طلعالي. طلعالي. طب ماشي، انا هدخل اوضتي اريح شويه. ماما تعالي. نعم. استني يا اختي. بقول لك ايه؟ ايه؟ عملت ايه مع الشاب جوز الست اللي ماتت دي؟ ها؟ ما عملتش حاجة. يعني ما اديتلوش الفلوس؟ اه طبعا، ما انا قلت لك يا بابا اني اديتهم له. يعني خلاص مفيش مشاكل؟ لا خالص، مفيش مشاكل خالص. مفيش مشاكل خالص خالص. الحمد لله. خلاص بدل خلاص يبقى خلاص. ماشي. ماشي انا هدخل اوضتي. يلا يا اختي افتحي بوقك. ما تقرب الطبق ده. طيب يا بني افتحي بوقك. عشان تصغري 20 سنة. ها ايوه كده. اهم احنا في الحاجة. خدي بقى ايه؟ خدي شويه كمان من دول. ها افتحي بقك. طيب لما باكل افتحي انا اتجوز عليكي. اخش لك بثلاثه من العباد. ايوه ايوه ابعد عليها. ساره انت يا ابني خيلتيني.
تشد كرسي وتقعد انت تبين لنا. ماشي سيادتك ما عليك. ساره انت شفتي فتحي قبل كده؟ اه شفته يوم موضوع هبه. ازاي؟ انا كويسه الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ميرسي. طبعا يا فتحي انت دورك مهم جدا في العمليه دي، واظن انت عارف الموضوع كله من اوله. عارف. فتحي تشرب ايه؟ قول لي. في حاجه زين؟ هنا في كل حاجه. هو زين عيان حمزه بيه ولا ايه؟ ابتدينا بقى. زين انت مالك؟ انت صاحب البيت مثلا؟ ما عليك سيادتك سموك حضرتك، انا دخلت البيت ده قبل كده وحافظه. وبعدين الست ساره شكلها تعبانه، فانا قلت يعني نساعد. اني هيلب. اني هيلب؟ هو انت عشان دخلت البيت قبل كده بتتعامل عليه انك صاحبه؟ زين اسكت. طب يا جماعه برضو ما قلتوليش تشربوا ايه؟ تشرب ايه يا فتحي؟ ممكن اشرب شاي. انا مش عاوز حاجه، انا مش هشرب حاجه. انت محدش سالك؟ وعلى العموم لا اشرب. لا انا مش هشرب حاجه. انت كسفتني خلاص، مش عايز حاجه. لا يا زين لازم تشرب عشان خاطري. لو زين ما شربش انا مش هشرب. ماشي يا استاذه. هاتيلي شربات. شربات؟ هو احنا يا ابني في حفله طهور؟ على وشك. على وشك. سوري. كارثه. ميرسي يا فتحي. ماشي يا هاتيله شاي زي فتحي. هاتيلي شاي يا استاذه، ماشي. زي ما بيقول معالي. بس بدون سكر. يا ريت تحط لي معاه براون شوجر. براون شوجر دي جبتها منين يا زين؟ منك يا استاذه. انا؟ اه طبعا ما انا بشوفك وانت بتشربيه يعني بتستخدميه، ما بتاخديش سكر انا عارف يعني وبتستخدميه وكده. حاضر هجيب لك شيء. لا 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 خلاص. ما تجيبيش حاجه. ما حدش هيشرب حاجه. عشان نشوف موضوع البراون شوجر ده. زين احكي لهم على الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا فيه. اصل انا وزين فتحنا الموضوع ودرسناه كويس قوي اول ما ايه قالت لنا. احكي لهم يا زين انت قلت لي ايه في العربيه على العمليه؟ الدنيا زحمه قوي يا استاذ، يا ريت تشغلوا لنا التكييف او المكيف. يا رب الصبر. انا هتشل. معلش. لا نكست يعني اللي بعد المكيف. المكيف المكيف يعني الكلام عن الموضوع. البلان الهوم ورك. هوم ورك. الخطة. الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. خطة واحد وهي الأولى والأخيرة. إننا هنجيب حقك يا أستاذة سارة من الأوغاد والأشرار دما بكل الطرق وبأي طريقة وبكل الأشكال وبأي شكل. لأننا هنجيب حقك لما يجي الوقت اللي هنجيب حقك فيه. ايه جو حمادة هلال ده؟ هنجيب حقك لما يجي الوقت اللي نجيب حقك فيه؟ مالك يا زين؟ دي كانت المقدمة. الخطوات: واحد، سيتم البدء في لم معلومات من بكرة عن عادل عبد الله وهدى الشربيني، واحنا النهاردة جبنا عنوان شركاتهم، والورقة دي هتكون معاك يا فتحي، فيها عنوان هدى. من بكرة الأستاذة آية هتنزل مع الأستاذ فتحي وتقربهم من هدى الشربيني. أهم حاجة نبعد الأستاذة سارة عن أي شبهات. ليه بقى؟ في العملية اللي احنا بنعملها دي عشان محدش يشك فيها. اصحالي وأنا هقرب من شركة عادل، هنلم المعلومات دي ونقعد قعدة تانية، يكون عنوانها من أين نبدأ؟ مرحلة تجميع المعلومات أهم مرحلة في الخطة. بقية الكلام هتسمعوه بعد القعدة الجاية. لا برافو. لا برافو. نفسي تأثرت. أشعرت. هو ده زين. هو ده زين اللي أنا كلمتكم عنه كتير. ما عليك أنا عندي طلب شخصي. لا أنت تؤمر. بعد اللي قاله ده يؤمر. اتفضل. ممكن آخد الأستاذة سارة بكرة معايا وأنا رايح العملية بتاعة الأستاذ عاد ديت يعني عشان تسلمي؟ يا ساتر. أنت جامد يا دوست. أنت جامد. عشان تسليه الولد دو دودي مهم طبعا في الخطه. ايه ده؟ في ايه؟ انجي ايه ده مرتضى؟ حط امك. اه مرتضى. في ايه؟ انت يا بنت الحلال انا مسبتك في حالك وخلاص. هو انا عملت لك ايه؟
تستهبل عليا ولا ايه يا واقع؟ احترم نفسك. احترم نفسي يا حيوانه؟ احترم انت اسراري. اسرار ايه؟ مش فاهمه. تستهبل عليا انت؟ ايه دي حصل لك؟ وحياه امك لو فضحك زي ما انت فضحتيني. انت قصدك على المجله؟ ومين قال لك ان المكتوب مكتوب عنك؟ معلش يا حلو، بس اللي على راسه بطحه. بس ايه رايك؟ مش كل اللي مكتوب صح؟ ماشي يا انجي، ابقى راجل مش تمام لو ما ردتلكيش كل اللي انت عملتيه. على فكره لو عملتلي اي حاجه ردي مش هيبقى كويس. لا وانا اهبل برضو، انا مش عاملك اي حاجه، بس وحياه امك يا انجي الكلبه لو فضحك زي ما انت فضحتيني. اعمل اللي تعمله يا مرتضى. خليكي فاكره بس. المشكله ان انا فاكره كل حاجه، كل حاجه يا مرتضى. تمام تمامين تلاته اربعه. ايوه اعمل هو. يلا انت اتجننت يا امجد؟ استاذ ناجي ممكن تهدى شويه؟ انا مش عايز فضايح. ايوه انا عايز اتجنن. هو انت مفكر ان الادويه اللي انت بتاخدها دي هي اللي هتخليك تعرف تطلق؟ لا مش هيحصل، لان هيتعمل لك بدل الكوميسيون اربعه. عارف، بس لو هي اللي تطلب الانفصال يبقى تمام قوي. شفت بقى بتفكر غلط يا اخي، بدل ما تفكر تجنن نفسك ما تحاول تعقلها احسن. حاولت يا استاذ ناجي، حاولت كذا مره، ما ينفعش تصدقني. لا ما حاولتش، ما حاولتش تدخل ربنا بيتك، لا انت ولا هي. وحضرتك عايز تفهمني ان كل اللي متجوزين ربنا في بيتهم بلاش، بيصلوا بيقعدوا كده مع بعض يقروا الانجيل حتى؟ بس في اساس في فكر كل زوج وزوجه خوف على بيتهم وعلى اولادهم. ما تقول لي كده بصراحه، في حد تاني في حياتك؟ حد ازاي يعني؟ واحدة ست مثلا؟ لا طبعا، بس بصراحة يعني هي صديقة، بس كنت بحبها زمان مش دلوقتي. شفت بقى؟ ادي التفكير الغلط. استاذ ناجي أرجوك، أنا مش محتاج وعظ، أنا واضح جدا مع نفسي ومع ربنا. لو واضح مع ربنا تعرف إن هو ما بيحبش الألوان الرمادية، يا كويس يا وحش. وبعدين بتقول كانت صديقتي، بس كنت بتحبها. ازاي راجل متجوز زي كده ومخلف يعمل ده؟ اهو ده بقى السلوك اللي طعمه وحش. حضرتك ليه محملني كل حاجه يا استاذ ناجي؟ على فكره بقى هي اللي مكرهاني في ام عيشتي ومطلعه عين اهلي كمان. انا زهقت. امجد لاحظ ان احنا في الكنيسة. انا اسف يا استاذ ناجي، مطلعة عيني. كويسة كده؟ ماشي، ممكن بقى تقعد معاها وتتكلم معاها بهدوء وتعيشها في متاعبك ومشاكلك. ممكن هقول لك حاجة، ما توديها بيتها كده كام يوم وانت تبعد شوية، خدوا اجازة يا اخي من بعض. تصدق حلوة فكرة اوديها بيتها دي؟ أنا هعمل كده، أهو مرة نبعد من غير مشاكل، بس أخلص فرح جن الأول. ماشي، اقعد معاها واهدوا وخدوا وقتكم، بس أنا هطلب منك طلب. اتفضل اطلب. عايزك تصلي، وأنت بتصلي اطلب من ربنا يديك الحكمة علشان بيتك ما يتهدمش، وعلشان خاطر آدم. آدم إزاي دلوقتي؟ آدم كويس. وعشان آدم يبقى كويس عايزك وانت بتصلي ارمي كل مشاكلك وهمومك على ربنا، وبلاش حكاية الإقراص اللي بتاخدها دي والتهريج ده. بس الإقراص دي بتعمل دماغ كده يا أستاذ ناجي، بيني وبينك أنا بدأت أتعود عليها. وعشان خاطري بطل تاخد الحاجات دي. حاضر. طب بقول لك إيه، بدل ما أنا بطلها جربها أنت، أنا معايا قرص. أمجد بهزر معاك يا أستاذ ناجي، في إيه؟ أنا أصلاً اللي معايا على قدي مش قد لحد. بعدين؟ أبطلها. كل ده عشان سبونسر. بصراحة أتمنى إنك أول مرة تشرفت. صحيح. أكرم شخص وجع دماغي من ساعة ما العمل. عاوز ده إيه كمان؟ عايز نشيل المقالة بتاعته من المطبعة. خيالي يا إنجي. إنجي مالك، أنتِ في حاجة؟ لا مفيش حاجة، أنا معاكم. بقول لك اكرم شوقي وجع دماغي عشان خاطر عامله محضر على فكره. مفتريه انت؟ لا ليه بس، انا طيبه قوي. لا مفيش حاجه اسمها ست طيبه قوي، في طيبه بس قوي دي لا.
بصوا هو انا مش خايفه من اكرم خالص، هو انا مرعوبه من مرتضى صراحه. اه ما انا عارفه، بس هو مش صعب قوي. انت تعرفه؟ انت عارف انه كان جوز انجي؟ لا والله. ايوه هو انا كان في بيني وبينه شغل بس ما احتكتش بيه قوي بصراحه. كويس قوي انك ما احتكتش بيه قوي. طيب انتوا اكيد سايبين لي صفحات في التصميم عشان الاعلانات. اه صحيح، هو مين هينزل معانا في المجال؟ احنا معانا لحد دلوقتي قناه النهار والبرنامج الجديد بتاع حمزه البسيوني. يوه هو الراجل ده ورانا ورانا. على فكره الراجل ده سبب كبير من اسباب شهره المجله. ده كلام صحيح، وعشان كده انا خدت رقم بتاع البروديوسر بتاعته عشان لو عوزتي حاجه انجي. انجي؟ لا ده انت مش معانا خالص النهارده. لا خالص معاكم. مفيش حاجه. شكلك ماير. اتفضلي، دي الانكر والتانت. شكرا. ودي ليكي. ايه ده؟ كل ده حلو قوي. مال ودي ليكي. ايه ده دي تقيله. وانت مدي شويه. اها ليه يا بنتي كل ده؟ ما كان كفايه واحده ليا انا وبابا وماما. لا ما تقلقيش عندنا فلوس كتير. هي دافعه حاجه من جيبها. دول شفطوا الواد شفطوه. دي طريقه دي؟ ايوه سقيه قوي. حلوه قوي يا جو. ميرسي. امال فين البونبوني بتاع الافراح؟ ايه البونبوني؟ دي اكتر حاجه بحبها. ايه يا بنتي انت مدام جدتي الموضوع ده قدم خلاص. انت غريبه ولا ده قرب قوي بعد يومين؟ قرب كتير بعد يومين. تصدقوا انا ممكن اقوم اضربها؟ ده انت اكتر واحده عارفه ميعاد الفرح امتى. ايه ده اشمعنى؟ علشان الهانم هي اللي بتعملي الورد بتاع الكنيسه ورسبشن. ايه ده؟ طب ما انا كمان عايزه اعمل لك حاجه. بجد؟ انا كان اهم حاجه عندي ان انت تقومي بالسلامه، لاني كنت هزعل قوي لما كنتيش جيتي. طب خلاص يبقى انا عليا تصوير الفرح في الكنيسه والفندق. بس انا اتفقت مع شركه. شركه ايه عبيطه؟ ده انا هصورك اتش دي يعني هاي كواليتي. حبيبه انت بتاع الهاي كواليتي طول عمري. طول عمري. ربنا يخليكوا ليا يا بنات. بصوا دي بتاعت هديل. انا كلمتها في التليفون لقيت موبايلها مقفول، فبعت لها مسج وقلت لها ان الدعوه بتاعتها هتبقى معاكي. انا عارفه انها مش هتيجي، بس انا كان لازم اعمل كده، مش هرتاح غير لما اعمل كده. انت عارفه انها ما جاتليش المستشفى؟ اه يا ساره، بس هي ما كانتش تعرف. هي ما بتكلمناش ليه؟ خلاص قطعت معانا كلنا. بقول لكم يا جماعه، امبارح بالصدفه كده كنت بتفرج على التلفزيون، يعني قعدت اقلب شويه في القنوات، فوقعت في قناه اسلاميه لقيت الشيخ بيقول كلام غريب قوي. بيقول يعني ان المسلمين حرام يروحوا للمسيحيين الكنيسه في فرح او في عزاء، ولو الموضوع زنق قوي يعني ممكن يروحوا لهم البيت. ما تبصوش كده، انا مش متضايقه من الكلام ده، عادي مش ده اللي مضايقني يعني، بس انا متضايقه على هديل. انا حاسه انها وصلت لده بجد. شويه شيوخ استغفر الله العظيم، يعني الاسلام بريء منهم. انا مش فاهمه انت اصلا بتتفرجي على الناس دي ليه؟ اذا كان احنا اصلا ما بنتفرجش عليها. انا مش عارفه السمع ايه، انا قلت بالصدفه يعني. انا السمع راح كده. جان انا عايز اسالك حاجه. انت عارفه انا ما بحبش اتكلم معاكي في الحاجات دي كتير، بس في حاجه لفتت نظري. ايه؟ انت ازاي حافظه ايات كتير من القران وتعرفي حاجات كتير قوي عن الدين الاسلامي، وما تقوليش بقى من دروس العربي عشان على يدي. ها انت كنت بتصمي تروحي تدلقي الكلام. طبعا مش من دروس العربي، ده ذكاء يا ماما، ذكاء مفرد. نبي نبي. يا بنتي الموضوع بسيط قوي. انا في مجتمع اسلامي، يعني كل اللي حواليا مسلمين، وانتوا اصحابي هم مسلمين، والجيران مسلمين، وبنسمع الاذان، وبنعرف امتى صيام رمضان وصلاه العيد، حاجات كتير قوي احنا ملمين بيها. انت عارفه ايه اللي بيضايقني بجد؟ ان المسلمين ما يعرفوش عننا اي حاجه، ولو عرفوا حاجه عن المسيحيين بتبقى معلومات مغلوطه بجد. لا انا اعرف ان عندكم صيام بسمك وصيام من غير سمك. وفي سمك بطحينه كمان. اسك اخواتك. امال ايه؟ انت تستهبلي؟ انت متربيه في مدرسه راهبات، وبعدين باباكي ليه اصدقاء مسيحيين كتير جدا. بس انت عارفه ان انت عندك حق، للاسف احنا في مجتمع ما نعرفش حاجه خالص عن الدين المسيحي. للاسف. حاجه غريبه جدا. زمان الناس ما كانش عندها وعي جامد قوي بالدين زي دلوقتي، وكانوا كويسين قوي مع بعض وعلاقتهم زي الفل، وما كانش عندهم كم الشيوخ ده وكم القنوات دي. والشيوخ كانوا شيوخ، يعني عندك الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. الله يرحمه. ما فيش زيه دلوقتي. لا يا جماعه، على فكره في شيوخ كويسين جدا، دارسين وواعيين وفاهمين وازهريين، بس دول مش بتوع الشغل الاعلامي، ما بيطلعوش في القنوات، قليل جدا ما بيطلع منهم اللي هو ما فاهمين يعني. بس احنا بقى عندنا ظاهره غريبه جدا، كل من قرا القران مره ولا قرا كام ايه ولا حفظه ولا ختمه ولبس جلابيه وربى دق افتكر نفسه شيخ. القران مش حفظ، القران فهم، ومحتاج كمان دراسه كبيره جدا. انا عايزه اقول لك حاجه. احنا دلوقتي الشيوخ عندنا ماشيين بطريقه، كل شيخ وله طريقه. يجي الشيخ من دول يقول فتوى
الشيخ اللي في الزاوية اللي جنبه يقوم بعدها على طول قايل عكسها. فالموضوع اللي مضايق ده مش المفروض يضايقك، أنا شايفة إن كده أحسن. لا يا سارة، جان عندها حق. مش كده الصح، ده طبعا يبقوا منغلقين واقفين على نفسهم ومجتمع احنا مش عارفين عنه حاجه او دين احنا مش عارفين عنه حاجه، ولا زينا كل من هب ودب بيتكلم في الدين لدرجه ان احنا عاملين نقول يا جماعه مش ده الاسلام، يا جماعه مش ده الاسلام، ما ينفعش. والله يا جماعه مش عارفه اقول لكم ايه بجد على حديث الروح الرائع اللي انا فيه ده. انت عارفه نسيت حاجه مهمه قوي. ايه نسيتي ايه؟ نسيت عينات بره. يا نهارك تصدقي ان انت ما عندكيش ده؟ لا ده العادي. وقاعده تتكلمي في درس الدين ده؟ امال اعمل ايه؟ اجيب في ايدي ولا اعمل ايه بجد؟ ده عريس يا ماما بجد؟ اه والله مش واخده بالي الموضوع ده خالص. المهم عجبني ان انا نسيته من اولها، يعني امال هتعمل ايه بعد الجواز؟ ربك يسهل. المهم ما تنسوش بكره ليله الحنه، اي واحده فيكم هتعتذر انا هتصرف معاها تصرف مش هيعجبها. ما وعدكيش بس هحاول والله. مفيش ما وعدكيش. ايه هحاول والله؟ هتيجي. طب جان 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 في منكر؟ استغفر الله العظيم. طبعا يا بنتي في منكر بس في الدرع عشان الفضايح، مش عايزين مشاكل. طب ما تنسيش المج بتاعي. ها عيب يا معلم، المج موجود من زمان. المهم انا لازم امشي لان بجد عماد خلل بره. يلا اوكي باي باي. باي بني معاكي. سلامتك يا حبيبتي. باي يا بنات. باي باي يا امارات. باي. ميرسي انك جيتوا. انحراف بقى انا وانتي ولا ايه؟ انتي تاني؟ وانا ما ورايش غيرك ولا ايه؟ يا بنتي انا انتي واقعه في قلبي من جوه على فكره. يا بنتي عايزين نقعد كده شويه مع بعض نتكلم. في شويه مواضيع كده عايزين فيهم. شغل؟ شغل شغل ومش شغل. طب شوف عايز نقعد امتى وتحت عمرك يا حاج. قريب. ماشي قريب ان شاء الله. اما عندي ليك حته مفاجاه يا هبه. بقلق انا من مفاجاتك يا حاج. الو انت فين؟ انا في طريقي للمكتب. طب عدي عليا ممكن؟ في حاجه ولا ايه؟ ايوه ايوه اعمل لك مفاجاه. ماشي. يا استاذه. نعم. احنا كان لازم نيجي بالنهار. نهار؟ أنا مش شايف أي حاجة. الظاهر الناس دي ما دفعتش الفاتورة باين عليهم الكهرباء ولا إيه؟ فقطعوا النور عليهم مش كده؟ يظهر كده. زين. إيه؟ إحنا نهار، أنا جايب نظارة شمس، أنت إيه ما بتشوفش؟ وريني. يخرب بيتك، هو أنت جايبها لعبة ولا أنت عارف دي بتستخدم إزاي؟ آه. النور جه. يا سلام، مبروك. عقبال الكهرباء بقى والميه ويدخل لكم حاجات كتير كده. وبعدين عايزه اسال سؤال، الراجل واقف في وشك اهو اهو، يعني لو لف فجاه كده وشافنا هيعمل لنا مشكله. استاذه. نعم. انا بتدخل في شغلك؟ لا. يبقى من فضلك سيبيني اشتغل، دي حرفتي. وبعدين في حاجات ما بتجيش غير بالملاحظات الدقيقه. كل مطلوب من معاليكي دلوقتي ان انت تطلعي لي ورقه وقلم تكتبي كل الملحوظات اللي هقول لك عليها. مش عارفه انا جايبه ورقه وقلم ولا لا. استنى. اه في نكتب الملحوظات. ماشي يا زين اتفضل قول. دخل المدعو. دخل المدعو. عادل عبد الله. عادل عبد الله. في تمام الساعة. في تمام الساعة. الساعة كم مع حضرتك دلوقتي؟ 11 بالظبط. يعني 10 تمام الساعة 10 صباحا. 11 يعني 10؟ ما علينا ما علينا. 11 يعني 10 صباحا. 10 صباحا. وهو يرتدي. وهو يرتدي بدله. بدله لونيه اللون. لون ايه؟ لا ايه لونيه اللون يعني لونها ايه يعني اللي حضرتك شايفاه ده؟ انت ما بتشوفش، انت ما بتشوفش حتى مش عارف لون البدله. وبعدين انا عايزه اسال سؤال، هو انت جايبني هنا ليه؟ اسكت اسكت، بتاع الامن جاي. استاذه. نعم. انا بتدخل في شغلك؟ لا يبقى سيبيني اشتغل من فضلك. بتعمل ايه هنا يا استاذ؟ نعم حلاوه في حاجه؟
لا انا بسال بس لتكون بس محتاج حاجه ولا حاجه. لا يا حبيبي مش محتاج، اتكل على الله طريقك اخضر. الف سلامه يا شربات، النبي عسل. شفتي سيطره؟ مش سهل ان انت تبعتي واحد امن حويط زي ده. امن حويط ايه؟ الراجل غلبان كان جاي لك اصلا مرتبك وبيترعش، تعمل فيها حاجه اصلا؟ ممكن افهم انت جايبني هنا ليه؟ استاذه. نعم. انا بتدخل في شغلك؟ لا ما بتتدخلش في شغلي. يبقى من فضلك ما تتدخليش في شغلي لو سمحتي. ارجوكي. ماشي ماشي، ممكن تقولي انا شغلي ايه؟ بصراحه انت مالكيش اي دور خالص دلوقتي. يا سلام. انا عايزك تدخلي شركه مرات الجدع ده. ها وتلم البنت اللي احنا اتفقنا عليه، الحركات اللي انتوا هتعملوها ديت اللي لبسنا لها اللبس ده. ها اها. انجلينا جولي. وانا هلم شويه معلومات كده في الخباثه وهاجي لكم. طب ده بالنسبه لان انا هدخل جوه وهعمل القصه اللي احنا اتفقنا. انت بقى موقفني معاك دلوقتي هنا في حاجه يعني معينه؟ جايبني ليه بصراحه؟ ها عشان توصليني. اوف اوصلك؟ تصدق ان انت جبلة؟ تصدق ان انت جبلة؟ من حقك. امشي امشي. ما انت برودوسر. انجلينا جولي. اي خدمة يا بيه؟ بيه؟ ده انت راجل طيب. ربنا يخليك يا استاذ. استاذ؟ انت راجل عسل. طب باشا كويس؟ انت راجل مسخره. وفي ايه بيه؟ معاك اللواء اركان حرب، بحريه، دفاع جوي، طيران، هندسه بحريه، مارينز، زين الدين زيدان من جهه امنيه عليا. انت اسمك ايه؟ معالي جابر. عشت الاسامي يا جابر. انا اخترتك عشان نقوم بهذا الميشن، عمليه خاصه، واخترتك انت دونا عن البشريه كلها تقوم بهذه المهمه. شايف الاتوبيس اللي ورايا ده؟ ما تبصش، استنى عليا لما امن المنطقه الاول. انا هامن المنطقه. قلت ما تبصش حبيبي. خلاص يا باشا، انا هضرب بنتك كده وامن المنطقه. اضرب يا باشا اضرب، وانت توكل على الله. تمام يا باشا تمام. غبي غبي، شو قلت لك اما اضرب بنتك؟ حاضر يا باشا حاضر. وامن المنطقه. أمنت يا بيه؟ أمنت. تمام. بص يا جابر، بلدك مش هتنسى لك اللي أنت بتعمله ده عشانها يا جابر. دلوقتي توكل على الله. ماشي يا باشا، أي خدمة يا باشا؟ استنى يا حيوان! أما أخلص كلامي. حاضر يا باشا. أنت عندك ميشن. بلدك عمرها ما هتنسى لك اللي أنت بتعمله ده عشانها يا جابر. توكل على الله. تمام يا باشا. دقيقة وهاجي لك. ماشي يا باشا. غبي. الو، ازيك يا ابلة؟ تاني يا ابلة؟ يوه انا اسفه. ازيك يا ساره؟ ازيك يا مريم؟ اخبار ميزو ايه؟ ميزو خس 10 كيلو وانا كمان خسيت. براف اهو معاك يا اهو. اديهوني. انا وعدتك ان اخس. وانا عايزاك تكمل. بتتمرن؟ ايوه. عايزاك تاخد ميداليه في السباحه ان شاء الله. ماشي يا ميزو، باي. طلعت قتلات ومركب، وانا وقت سالت فتحي هيدا الولد قبضاي ماسك كل الشغل بمصر، خبرني انك اكبر شركه لفرش القتلات، يعني نمبر 1.
ثانك يو. انا بنيت الامبراطوريه بتاعتي في سن العشرين لحد ما بقيت السيده الاولى في مصر. الله يعطيكي الف عافيه. طيب خلينا ندخل بالموضوع. بدنا نمضي معاكي عادل فرش الاوتيلات. اوكي الاوتيلات دي مكانها فين؟ هاي دي تبع لشركة كبيرة، هي شركة جراند تي دبليو. اه مستر جابي اعرفه كويس. بالظبط مستر جابي، بس هلا منو موجود بمصر، بعرف انه بسبان. اه اوكي انا دي اكبر شركة انا بتعامل معاها، وانا عارفة ان هو مسافر فعلا. طب قولي لي التعاقد هيتم ازاي؟ خلينا قبل نحكي في المصاري ووقت التسليم اذا بتريدي. اوكي طب وقت التسليم اي وقت، بس قولي لي الاوتيلات دي مكانها فين؟ لا تعتليها، نحن رح ننقل البضاعه لمخازننا، وهذا بعتبره اوفر لك لعيونك. ثانك يو ثانك يو. تكرم عينك. افرجك على بقيه الشركه. والله الطقس حلو هون كتير. اه عشان كده بقى هدى الشربيني مشغله رجاله بس. يا باشا دي ملفها لكل واحده اشتغلت عندها مصايب يا باشا، ما انت هتشوف بنفسك. امل اللي احنا رايحين لها دي وديتها في داهيه، وبوسينه خربت بيتها. عايز اشوفهم كلهم، كل واحده هدى الشربيني اذتها بسبب غيرتها عايز اروح لها. رغم يا باشا ان عادل بيه دوت ملوش في النظام ده خالص، بس هي ست شهرانيه، وكويس قوي ان الحكومه واخده بالها من الست دي. بس بقول لك ايه يا باشا، هي مال البلد بحياه الست هدى وعادل بيه؟ مش مسموح لك تسال يا جابر، مسموح لك تجاوب بس، بعدين ما تصدعنيش، ادفع بقى الاجره. ادفع الاجره؟ يا باشا دي العربيه فاضيه واحنا لوحدنا. بعدين سعادتك قلت لي مهمه صعبه والبلد محتاجاني ونشان، وقلت لي ادفع اجره. ما تقلقش، مصر هتحاسبك يا جابر، بس بعد ما نخلص الميشن. اه يا باشا، انا تحت امر مصر يا باشا. مصر هي امك يا جابر. عارف، عارف معاليك. بلاش معاليك دي، معاليك دي ما بتتقالش غير لشخصية واحدة بس، جناب الامباسادور. حاضر حاضر معاليك امباسادور. باشا هي ايه امباسادور دي؟ بعد الإعدادية على ايدك اليمين. اه اه تمام تمام يا باشا تمام. صباح الخير. صباح الخير. ايه ده، هو انت ده بيتي؟ طب ما حدش قال لي ليه يا جماعه، انا عندي مليون مكان ممكن تشتغل فيه. لا احنا حابين هنا. شكلي صحيتك من النوم. لا خالص، انا بس بقعد اكتب مع نفسي كده الصبح. ما هو فعلا احلى وقت للكتابه الصبح. طب ثانية واحدة بس اروح اغير. لا 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 مفيش داعي تغيري، انا جاي اقول لك حاجتين وهمشي على طول واسيبك تكملي كتابة. اتفضل. اول حاجة انا اللي هنشر الكتاب اللي انت بتكتبيه. كتابي؟ عرفت منين؟ اعزل انت. هو انا طبعا ما اعرفش الكتاب بيدور حوالين ايه، بس انا متاكد انه هيبقى كتاب كويس جدا. تاكد منين بقى؟ يا انجي عيب لما تسالي واحد شغلته ناشر وموزع عن وجهه نظره في اي كتاب. بعدين انا بثق فيكي جدا. تقريبا بقى لو تشرفيني في المكتب نمضي العقد وتديني مسوده من الكتاب عشان اقراه. طب ما واثق فيا بقى ليه مسوده؟ فضول مش اكتر. خلاص بقى ان انا عايز اعرف دماغك. طب قولي بقى وايه الحاجة التانية؟ انت كملك امبارح؟ لا مفيش. متأكدة؟ يعني كان بالي مشغول شوية. طيب عموما لو احتجتي أي حاجة، ما أقصدش طبعا فلوس والأمور المادية دي عشان دماغك ما تروحش بعيد. أنا قصدي صديق، حد تستشيريه، أنا ممكن. ميرسي أوي على ذوقك بجد. بلاش بقى ميرسي والشكر ده لو سمحتي، أنا مفيش حاجة تجبرني إن أنا أعمل كده يعني. حاضر. سيبك بقى الكتاب. صحيح انت الكتاب اسمه ايه؟ اسمه قلوب. قلوب؟ اسمها خليكي انا عارف الطريق. باي.
كنت سكرتيرة الشخصية بتاعته، وفي يوم دخلت لقيتني ممضيه على ورق. بصيت لي بس، في خلال يومين لقيتها ملبساني قضية سرقة وما رضيتش اتنازل عنها الا لما رحت بوست ايديها، غير ان هي قطعت عيشي من المكتب ومن كل حتة كنت بحاول اشتغل فيها. ست واصلة قوي بس قذرة زبالة قوي. بصت عليا رجالتها وكسروا رجلي كسر مضاعف، كل ده عشان كنت مديرة الموارد البشرية في الشركة. سمعت يا الله، هو ايه الموارد البشرية دي؟ هو حضرتك ما تعرفش الموارد البشرية يعني ايه؟ لا انا اعرف اخو تامر بصراحة. تامر؟ اه هو ايه القلم ده؟ ها؟ القلم ايه؟ لا ما تشغليش بالك حضرتك، دي عادة سيئة كده عندي بس يعني. تتكسر رجلها دي حاجات دمياطي، قيمة دي تتكسر كسر مضاعف. تيستينج ميشن. مش حضرتك. الله، طب انتوا كده لخبطتوني. طب الولية دي معقدة من الحريم. طب انت ايه دخلك في الموضوع ده؟ هو عادك ده يعني لما اخذ لوف الشمال؟ على فكرة عيب اللي انت بتقوله ده، انا اترفدت عشان مراتي جات الشركة بس وسلمت عليه. ايه القلم اللي في ايدك ده؟ انت عمال تشاور بيه كده، انت بتعمل ايه؟ ها؟ بتعمل ايه بالقلم ده؟ لا حضرتك مش غيرش بالك، دي عادة سيئة كده عندي. طردتني من المكتب وجابت لي بلوس الأدب في البيت. لا والله يا مس فراور ولا روز مش وردة. وردة. لا والله مالهاش حق يا ستي. ده أنا ما عملتش حاجة، ده أنا كنت بفكر أعمل مساج بس. تعملي له مين؟ مساج. مسالي بخير. لا والله غلطان. اعمل لك مساج؟ ها؟ تحب اعمل لك مساج؟ هو ده معانا ميشن تيستنج. هو ده كده معانا؟ طب اتكلم حد؟ لا حضرتك، هو اصل دي عادة سيئة عندي كده يعني. طب عادي مفيش حاجة، نهدم. ها؟ عادي. ليمون بنعناع. ده مساج مش حاجة يعني. مين يا فنى؟ مساج. لا أنا أعرف أخوها صامون. أنت عارف أنا لو كرهت حد في حياتي ما كرهتش قد الست دي. هو أنت من ساعة ما قعدت معايا إيه القلم اللي أنت عملت شاور لي بيه ده؟ دي كاميرا صغيرة كده يا ست أمل، أنا بسجل كلامكم بيها وصوت وصورة يعني. أنت خدت بالك منها ولا إيه؟ خدت بالي. فعلاً؟ يا ريت. فيري سمارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ايه ده؟ موتوسيكل. بعته؟ ودفعت ايجار الورشة ومرتبات الصنايعية. وده اللي فاضل منه. ده كان عزيز عليك قوي. طب مش زعلان؟ يعني وبعدين انت مش كنت محتاجه فلوس؟ اديني اتصرفت. وبعدين ما تقعديش تقطميني ان انا بعت الموتوسيكل، اني اكيد ما كنتش عايزه ابيعه. طب طالما ما كنتش عايز تبيعه مش كان احسن تنزل تشتغل؟ هديل انا ما صدقت ان ربنا هدانا، ارجوكي مش عايزه اتخانق. ولا أنا كمان. طب أنا مضطرة أخد من الفلوس دي شوية علشان أدفع فلوس إيجار الجاليري. يا حبيبتي الفلوس كلها معاكي، خدي اللي أنت عايزاه. ثانك يو. على فكرة أنت وحشتيني جدا. سيف مش قادرة وتعبانة وماليش نفس. حبيبتي بقول لك وحشتيني. إيه يا سيف في إيه؟ أنت بقيت أسوأ من الأول، مالك؟ خلاص 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 خلاص. استهدي بالله وطي صوتك. استهديت. لا اله الا الله محمد رسول الله. ناتالي تمام. اتفضلي مدام هدى. اوكي. ايه ده؟ اجي ليه؟ هيدا سيستي، نحن رح نستلم وبعد شوية بتستلمي المصاري.
اوكي ديل، بس ده عشان اول تعامل معي. توتافي ميرسي كتير. ميرسي. بون سوار. باي. بص يا باشا، انا خليك يا باشا تشوف الشركه حته حته يا باشا. وعدك مع بتوع الامن صديقي رجب هو اللي يقول لك على كل البلاوي الموجوده في الشركه يا باشا. انت مالي ايدك من الواد ده؟ اه يا باشا ده صديقي يا باشا. مالي ايدك منه قوي يا باشا؟ مالي ايدي قوي يا باشا، ما تقلقش يا باشا. قد ايه كده يا باشا؟ يعني قد بتاع 20 سنه كده يا باشا. يعني يعملوا لهم كام كيلو كده؟ لا يا باشا والله مش عارف احسبها يا باشا لو بالكيلو يا باشا. طب ما علينا، انا عايز اقول لك حاجه بقى مهمه جدا. قول يا باشا. عارف لو الميشن ده تم على خير؟ اه يا باشا. جناب الامباسادو هيبسطك قوي. اه يا باشا انا تحت امر مصر يا باشا. بس يا باشا ممكن اعرف مين جناب الامباسادو ده يا باشا؟ يخرب بيتك، انا قايل لك ايه قبل كده؟ ما عليه مفيش حد ابدا يجرؤ يذكر اسمه. في ايه يا عم؟ ده حاطط لك جائزه كبرى. تمام يا باشا. لو المشن ده تم على خير هيدي لك الجائزه الكبرى. يا باشا الجائزه الكبرى بقى يعني وربنا يكرمنا كده و... الفضول قتلك يا باشا. طبعا والله يا باشا. الفضول هتموت وتعب. والنبي قول لي يا باشا. قول والنبي. الجائزه الكبرى طبعا انت عارف معاليه كرم بورم ملوش حدود. طبعا يا باشا. هيضطر اسفا انه يديك الجائزه الكبرى بكل فخر. ايه هي يا باشا؟ قول لي يا باشا. انا فضول قتلك يا باشا والله عايز اعرف. قول لي يا باشا. باكل بان ومشت كبريت. باكل بان ومشت كبريت يا باشا؟ مشت كبريت ده باشا عن بيه يا باشا؟ تعمل بيه ايه؟ هتنور بيه في الضلمه يا ابن نور يتقطع يا غبي. يا شعب باشا. غريب يا باشا. اذا كان يا باشا اذا كان كده ماشي يا باشا. ولا بيتمر فيكم يا باشا. خلاص يا باشا انا موافق يا باشا. انا تحت امر مصر يا باشا والله العظيم. كبريت كبريت يا باشا. مصر هي امك يا جابر. عارف والله يا باشا عارف. خلاص يا ماما بقيت عروسه. انا مش متخيله ان انت هتسيبيني ابدا. ومين قالك ان انا هسيبك؟ انا على طول هبقى عندك على فكره. على طول عندي؟ طبعا يا حبيبتي. خلاص انت بقى عندك بيتك. اها. بس ممكن تبقي تروحي لحماتك يوم في الاسبوع ولا ايه يا مدام؟ بصي يا حبيبتي اللي يشوفوه يعملوه، اهم حاجه انهم يكونوا مبسوطين. احساسك ايه وانت بتجوزي ابنك؟ صدقيني بتمنى من قلبي ان ربنا يسعده في حياته الجديده، واهم حاجه عندي ربنا يهدي سره هو وجان. على فكره يا طنط، انا وعماد سرنا هادي على طول. ومال يا حبيبتي؟ جان كنت عايزه اتكلم معاكي في حاجه. خير يا طنط؟ في حاجه؟ عايزه اتكلم معاكي بس كلمتين. اوكي قوي قوي. انا اسمك. انت رايح فين؟ مش خلاص وصلتني؟ اتفضل امشي. خلاص وصلتني اتفضل امشي. وانا السواق يا امل هخش اسلم على ماما وجان؟ لا كل اللي جوه بنات بس. وفي ايه؟ هو انا غريب؟ دول قرايبنا واصحابنا. اتلم يا امجد وبطل تماحيك. مبدئيا توطي صوتك احنا وسط الناس. ها وبعدين ايه تماحيك دي بقى؟ انت فاكرني مش فاهماك ولا ايه؟ لا انا عايز اعرف انت فاهمه ايه يا امل. امشي يا امجد. لا فاهمه. بتقول حاجه؟ لا مفيش. سلام سلام سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك؟ ازيك يا صحتك؟ ازيكم عاملين ايه؟ كويسين. انت رايح فين؟ لا ما كان نفسي اقعد بس للاسف بنات بس. طب ايه يعني؟ اقعد معانا شويه. لا ما انا ما اقدرش، امال جوه. مش بقول لك كان نفسي اقعد، بقول لكم ايه؟ انا مضطر امشي بقى. بس هعمل ايه؟ خلاص هنشوفك في الفرح ما تقلقش. الفرح؟ ايوه مش هيبقى بنات بس. لا هيبقى ميكس. ايوه ميكس. انا مستني الفرح. هحاول اخلص من امان. ماشي يلا باي باي. بس حاضر يا ساتر. ايه ده؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. حياتي حياتي العروسه.
اتاخرتوا كده ليه؟ معلش كان زحمه شويه. ايه الحلاوه اللي انتوا فيها؟ شفتي؟ لا 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 انتوا اتغيرتوا وتشيكتوا على حسك. ايوه. طب يلا عشان نرسم حنه بقى قبل ما الدنيا تبوظ مننا بسرعه. مدلعاكوا بقى وحنه وايه؟ سوسه بقول لك ايه؟ دول صاحباتي عايزاكي بقى ايه تشخبطوهم لي حنه. بطيهم ملافظ ملافظ خلاص. اوكي اوكي هجيلكوا على طول. اوكي يا عروسه. والنبي يا سوسن ظبطيني. مين اللي هتبدا الاول؟ انا هبه. ماشي ممكن اولع سجاره؟ بس امسكها في ايدك. ماشي. هاي ازيك؟ ازيك يا ميمي؟ عامله ايه؟ سوري مش هقدر اسلم عليكي. ولا يهمك. عقبالكم. ميرسي. عقبال ادم. ياه لسه بدري. لا ولا لسه بدري ولا حاجه، في ثانيه هتلاقي العمر عدى. اكتر حاجه بتعدي هي العمر والوقت، مش هتحسي خالص، هتلاقي عريس. وتجيلك واحده بقى تاخده منك وتعملي حما عليها. لا انا مش هبقى حما خالص. ليه حرام عقد البنت اللي هتاخده؟ مش كفايه انا واللي حصل لي؟ طيب اسيبكم انا بقى واروح ارقص مع حماتي، اصلي بحبها قوي. غريبه البنت دي قوي. ولا هي مبسوطه ولا امجد مبسوط، ولا هيعرفوا يتطلقوا. احنا ليه دايما متخيلين المسيحيين بس هم اللي ما بيعرفوش يتطلقوا؟ في مسلمين كتير كمان ما بيتطلقوش، ما بيبقوش سعداء، بيفضلوا مكملين وعيشه والسلام. الطلاق مش سهل على فكره. بس هو ليه رومانسية بتروح كده بعد الجواز على طول؟ يعني بمعنى انك تلاقي الاتنين كده اتطفوا، في حاجة بردت ما بينهم. ممكن عشان الراجل خلاص بيكون خد كل اللي هو عايزه فخف الحماس، وهي كمان بتكون عملت كل نفسها تعمله، فالاتنين يرجعوا من شهر العسل زهقانين من بعض. صح. وساعتها بقى يدوروا على الخلفة على طول، هي حاجة تلهيهم ويتبسطوا بيها والساقية تمشي زي بالتهديل. مش عارفه ليه بحس ان الجواز اللي زي ده بيبقى فيه حد غبي وحد ذكي. كل ما الوقت بيمر الذكي بيتحول لغبي، يمكن اغبى من اللي معاه كمان. اه والله انت بتضحكي. هديكي مثال. مثلا تلاقي الذكي عايز يجدد، عايز يخرج، عايز يسافر. الغبي اللي قدامه يحبطه يقول له يلا نخرج. لا تعبان، مكسلة، بكرة، أصل أنا عندي شغل بدري، أصل العيال مش عارفة عملوا إيه. شوية بشوية تلاقي الذكي ده اللي عايز يجدد تحول لشخص غبي جدا، استسلم، زهق، سك، طنش، بطل يعمل مجهود. هو كمان ما هو يزهق، ما هو بني آدم بيزهق. فيحصل بقى فتور وجاب ما بينهم هما الاتنين. الحياة تقلب ضنك. مأساة. زي أبويا وأمي وأبوكي وأمك. على فكرة هتحشر في كلامكم شوية. فضل. انت بتتكلمي صح. مش رجالة دي عايزة الحر. ايوه. مش كلهم يا ساوز، انت متحاملة عليهم قوي. طبعا. بص على الحنة. الله حلوة قوي، تسلم ايدك. حلوة قوي. انا عايزة زيها كده بس اصغر، ممكن؟ اوكي. ماله جميل؟ سرحان كده ليه؟ شكلك كده في حاجة جديدة. بصراحة في واحد مشدود لي وأنا كمان مشدودة له. مين؟ حد عرفه؟ مين؟ إيهاب. إيهاب؟ جوز علياء؟ آه الله يرحمها. الله يرحمها. بس أنتِ كنتِ بتقولي إنه كان بيحبها قوي. آه بس يعني مش هيفضل كده على طول. بصراحة الواد اتشد لي وأنا كمان مرتاحة له. مرتاحة له قوي يعني؟ قلبك مرتاح له بجد؟ آه قوي. خلاص اعملي اللي انت عايزاه. بس ابوكي هيوافق؟ وما يوافقش ليه يعني؟ هو ايهاب واحد مراته ميته وبس يعني، عادي. اه انا معاكي، بس انا معرفش طريقه تفكير ابوكي في الحاجات اللي زي دي ايه. بصي هو هياخد مني وقت صغير بس عشان اقنعه وبس. طب يا ساوسه ممكن تعملي حنه انا كمان؟ خلاص. أوكي. انا؟ اوكي ميرسي. اه خلصت كده انت. كان نفسي بقى تجيبوا لي بدله رقص والبس بدله رقص كده، بس انا كنت واصله ان حماتي ممكن تقتلني. هو انت بتعرفي ترقصي اصلا؟ طبعا. يا واد يا جاب. امال؟ طب قولي لي بقى يا جو، وضبتي نفسك؟ ايه الجمله؟ وضبتي نفسك كده اهو.
قصدك ايه يا ساره وضبتي نفسك دي؟ على فكره عيب. عريس اسود ومني، انت هبله يا بنت. والله على فكره هي هبله وانت قلت الادب. يا سلام قله الادب، على فكره انت مش قله ادب خالص. امال على فكره انتوا الاثنين عبط. لا بجد ازاي يعني؟ انا عارفه كل حاجه بتحصل حواليا بس حطها كده في دماغي مركنه. سلام والنبي. ايوه عموما لو عاوزتي حاجه احنا في الخدمه يعني. ازاي؟ لا فعلا ازاي؟ تهبلي يا عيال؟ ليه؟ لا مش قوي يعني. اتفضلي. مش عارفين المايك معاكي. صاحبتكوا ايه؟ ايوه قولي يا خبره سامعينا. اتفضلي. اشجينا. عندي حاجات بتيجي بالخبره. ايوه اوكي. في حاجات بتيجي بالاحتكاك. ايه الاحتكاك ده يا ساره؟ ايه الاحتكاك ده؟ بجد ايه الاحتكاك يعني؟ ايه ده؟ يعني ايه ايوه وضحي لي يا ساره، حاولي توضحي لي انا مش فاهمه. يعني في ناس ايوه بيبقى في ما بينهم. عمرك ما قابلتي راجل كده يعني مش تمام يعني؟ من ناحيه ايه مش تمام؟ لا 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 انا عارفاكي يعني. اه كده نقي صح كدا. انت لا مش تمام يعني راجل مقرف كده، اصوات بقى والحاجات المعفنه اللي قالتها. لا 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 انا بالنسبه لي اللي مقرف واصوات وحاجات وده يطلع بره ما يقعدش. تصدقي انت عندك حق، دي فكره رائعه. انا هفكر في حاجه مهمه جدا يا بنات. ايه؟ انا ممكن اطرد عماد بره البيت من دلوقتي احتياطي لحاجه تحصل. انت بنتي مش مصدقه يخرب عقلك. حالك وسلامك بجد. مسكين عماد. مسكين؟ اه والله قوي. على فكره الموضوع ده يعني ممكن يعني مش ضروري يحصل بكره، يحصل بعده، يحصل في اي وقت بقى. المهم ان انا ابقى مستعده نفسيا ومؤهله ان انا اعرف اتعامل معاه. تعرفي ايه؟ اعرف اتعامل. اعرف اتعامل. ما تجيش يا روحي. اعرف اتعامل. اصل ما تقرفيش. الاحساس بيطلع. انت عارفه الكلمه الصادقه هي اللي بتبقى على لساني يعني. انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ انت عايزه ايه؟ لا بجد يعني بمناسبة اني هتجوز وكده فاحنا لازم نستشير الخبرة. اتفضلي. بمناسبة ان حضرتك ليكي باع كبير طويل وخبرة دسمة عيل وعلاقات مهببة يعني ومتعددة. ايه بجد ايه؟ ايه كاك وقوة. ايه لا حلو. هو ايه؟ خلاص ايه؟ يعني لا بجد الموضوع يعني بشكل عام يعني الدنيا لذيذه جدا. لا انا لحقت اتكلم يا ماما. على فكره انت مندفعه جدا. حظي احلى حاجه. واضح ان البنت دي انحرفت باظت. انتوا رايحوا مالي؟ خلينا مع العروسه. ايوه يا روحي مش انت اللي خبره ماما، لازم نسالك عن كل حاجه يعني. اذاني ادخل كده مش فاهمه. لا مش انا سالتك عايزه حاجه. انا في الخدمه. اقول ايه؟ ما هي قالت حاجه عشان تسالوني. اصبري شويه انا بس عايزه افهم يعني لما انت حساني صح؟ ايه حساني؟ مش حساني؟ مش فاهماني خالص. يعني قصدي اعمل ايه يا ساره دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اوكي تعملي ايه؟ ايوه هي ما قالتش حاجه. هقول قولي. هنرجع لموضوع هو ايه؟ ما هو ده الموضوع. العلاقات والانفتاح والانفتاح والانفتاح. البت باظت. البت سخنت مني ولا ايه؟ على فكره هو نفس الموضوع اللي انا بسالها فيه. صدقيني. انا فاهمك بعدين. انت قولي لي وانا هترجم. اوكي قولي. يعني انا سؤالي اللي كان في الاول لو نرجع لمروانه. أيوة. انت أوكي. يعني مظبطه نفسك، جايبه لانجري حلو. لانجري حلو ازاي يعني؟ لانجري يعني ايه؟ لانجري حلو لمين؟ لا مادي. ده عيب على فكره. ده عيب جدا. يا لا قطع وقطيع. خدي بالك ان عماد متحفظ جدا. طب ما لا مفيش تحفظ في الحياه دي. برافو عليه. ايه مين اللي انت ايه انت خليكي محضر. لا لا بجد عماد متحفظ. ممكن يقول عليا يا ست مش كويس. مفيش حاجه اسمها راجل متحفظ. بجد المواضيع اللي زي دي ده جوزي. صدق انت قلت لي معلومه ما كنتش واخده بالي منها. مفيش حاجه اسمها متحفظ. ده جواز وهاني مون وليله دخله. كملي. لازم يبقى في دلع. لازم في حاجات حلوه. لانجري ظريف. ايه انا بسمعك. حاسه اني بكلم لوح. الوان لا يعني اسود فاحمر فاصفر. اسود فاحمر فاصفر. هي اذواق. اللون الزبالة. انا بحب اسود. ماشي اسود ماشي. بس اسود فاحمر فاصفر. المهم في لانجري ظريف. ايوه مش حاجات جدتي وكده يعني. في الحقيقه مش انا اللي جبت الحاجات دي. ماما اللي نزلت اشترتها. ماما. ماما. ازاي ماما؟ لا ماما ما تجيبش الحاجات دي. صح. لا ماما هي اللي راحت جابتها وانا فاضيه. فاضيه ايه يا جان يا حبيبتي؟ ما في ما قستيش؟
لا ماما ما عارفه مقاس. وعلى مقاس ماما؟ لا بقى مش للدرجه دي يعني. لا لا بجد انت دمك تقيل. انت ناسيه 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 عسكري انجليزي. لا 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 مش عسكري انجليزي ولا حاجه، بس فاكره زمان كنا اتكلمنا في حكايه ان عماد نمطي. بتهيألي مش هيفرق مع الحاجات دي. لا هيفرق بجد. الحاجات دي يا ماما بتفرق مع كل الرجاله كلهم. طب بقول لك ايه، ما تيجي معايا؟ لا تقريبا يعني. انت قلتي ايه؟ المواضيع دي تقريبا. خلاص قالت حاجه من ورايا. انت بتتكسفي يا بنت؟ خلاص ماشي. وشك سوفه والله اتكسفت. انت بتحرقي اصلا وما تسالي. هتيجي معايا؟ هتيجي معايا؟ تعالي معايا. تعالي مع عماد. انا مع عماد عادي. انت صاحبتي والله. روحي كان بودي والله، بس انا سايبهولك ده. انا متبرعالك بيه. نعم. بأمارة ايه تيجي معايا؟ مش صاحبتي؟ هتتفرج؟ ايه اللي زرعته بتاعتك دي؟ البنت دي سافله قوي. لا بصي، ما احنا سايبينك انتي. احنا بعتين راجل راجل وزير الرجاله. انا اللي شكلي جدع. مندوب معننا المفروض يشرفنا يرفع راسنا، فانتي لازم تقومي بالواجب كامل. طب عموما انا يعني لو وقفت في اي مشكله او حاجه اكيد هكلمك. كلميني. كلمي ساره. طبعا دي المرجع الكبير. وان تلفن اواي. ها على طول على طول في الخدمه. ادعوا لي بقى يا بنات. يا رب ربنا يديك الصحه والعافيه. الله يعطيني العافيه. الله يعطيك العافيه. تمسكي ايدي وبتدعي لي. بس خلاص خلاص. انا بس عايزه اقول لكم على حقيقه مهمه جدا جوايا، وده اعتراف انا محتاجه اعترف بيه. اتفضلي. انا عارفه كل حاجه، بس مدكنه كل حاجه في دماغي هنا. يا سلام. طبعا جامد قوي. جامده جدا على فكره. الف الف مبروك يا طنط، عقبال ما تشوفي ولادهم. لا يا حبيبتي خلاص بقى، انا كده خلصت رسالتي. ما تقوليش كده، بعد الشر عليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. جان كنت عايزاكي. قوي قوي. استاذنكم يا بنات بس عشان اقعد مع حماتي. طبعا. ايه حماتي دي؟ بيئه قوي. قولي لها بقى. يا بنتي انا مش حماتك، انا زي امك. يلا يلا اذنكم. غرقونا. الست دي شكلها طيبه قوي. بس جان ايه مش هتخص؟ حرام عليها، ما هو ابنها الوحيد اكيد متعلقه بيه برضه. صح ابنها. بس جايز تكون مريضه بيه؟ ما اعتقدش، شكلها ست عقلة جدا على فكرة. وليه مفيش رقص وهيصة كده؟ مش عارفة. كنت عايزة أتكلم معاكي من فترة كبيرة، بس للأسف ما كانش في وقت. أنت عارفة بقى يا طنط، العفش والديكور والحاجات، كل الحاجات دي بتاخد وقت طبعًا. يا حبيبتي أنا عارفة طبعًا. عايزة أقول لك يا جان إنه عماد فعلًا بيحبك. ده ابني وأنا عارفاه كويس. أنت واخدة راجل بجد. هتعرفي كلامي ده مع العشرة. أنت كل حاجة في حياته. لا ما انا عارفه، عارفه ان عماد بيحبني كويس، ومتاكده كمان انه هيكون مبسوط معايا. ان شاء الله يا حبيبتي. انا عشان كده بقى هتكلم معاكي بصراحه. اتفضل. لاني بعتبرك زي عماد بالظبط. انا حاسه يا جاني ان انت حاطه حاجز ما بيني وما بينك. ما اعرفش بتعامليني رسمي قوي، وبعدين مش بنتكلم مع بعض زي اي اتنين. يعني كنت بقول كده احتمال يوم من الايام الحجز ده يتكسر ونتكلم مع بعض، بس للاسف ده ما حصلش. علشان كده قررت النهارده اني اتكلم معاكي واكسر الحجز ده بايديا. انا عايزه افهمك ان انا زي امك، يعني لو عماد عمل لك اي حاجه او ضايقك، وطبعا ده مش هيحصل وانا متاكده، تكلميني على طول وتيجي تقعدي معايا. انت عارفه ان انا ما عنديش بنات، وانت زي بنتي بالظبط. هو في حاجه يا طنط؟ يعني أنا من ساعة ما عرفت عماد في حاجة مضايقة حضرتك؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. طيب يبقى أنا صح بقى. بصي يا طنط، كتر الكلام بيعمل مشاكل كتير قوي، علشان كده أنا حابة إن يبقى ده شكل العلاقة بيني وبين حضرتك. وفي سبب تاني، لحضرتك عمرك هتكوني أمي ولا أنا عمري هكون بنتك. ليه كده يا حبيبتي؟ علشان دي الحقيقة، عماد مش هيبقى زي أمجد عند بابا وماما. بعدين انا مش هكدب عليكي ومش هقول لك كلام مش حقيقي. انا مش هتدخل ابدا في العلاقه بينك وبين عماد خالص، ماليش دعوه بالموضوع ده خالص. بس اللي حضرتك لازم تستوعبيه ان عماد حياته اتغيرت. يعني هو داخل على جواز، مش هيبقى فاضيلك على طول. حياته هتتغير زي بالظبط انا كمان حياتي هتتغير. مش فاهمه، ما تفهميني اكتر. لا هو في الحقيقه كده انا مش هقدر افهمك، تهيألي الايام كفيله انها تفهم حضرتك. انت شايفه كده؟ طبعا اكيد. معلش سوري يا طنط عشان انا صاحباتي كده سايباهم لوحدهم. على اذنك. بيت بيتك.
انت تكلمي طنطي كده؟ انا اسفه، انا ما كنتش اقصد. انت كنت هتوقعيني على وشي على فكره، بس برضو ما ينفعش كده. خلاص يا مامي تعالي. برضه عندنا في الإسلام نغض البصر يا شيخ سيف. ايه غض البصر يعني؟ بعدين قلت لك من الأول أنا مش عايز أنزل، أنت اللي أصريتي إن احنا نيجي. مفيش حاجة يعني، أنا ما زعلتش. أنا بقى زعلت. أنا ابتديت أتضايق من طريقتك دي. أنا عايزة أروح. يلا. تخيل العيال النهارده سهروني في كباريه. انبسطت يا حبيبي؟ يعني انت عملت ايه في ليله الحنه؟ مالك؟ يا ماما انا مش هسيبك. انا ماليش غيرك. الله يا امي، انا هفضل جنبك على طول. أنا مش هحضر فرحك يا عمو. ليه؟ مش هحضر فرحك يا عمو. مش هقدر أحضر فرحك يا عمو. مش هقدر أفرحك. مش هقدر فرحك يا عمو. خلاص أنا هقدر. لا مش كيف؟ على فكرة أنا كنت بتفرج على درس دين، درس حلو جدا يعني، لازم تشوفيه. ما سألتكش كنت بتعمل إيه؟ أنت هتعملي إيه النهاردة؟ ولا حاجة، عندي كم مشوار وطلع بعد كده على الجاليري. يا ريت تسيب لي فلوس قبل ما تمشي. يا حبيبتي الفلوس في الدرج، خدي اللي أنت عايزاه. أنا صاحب فكرة إن إحنا نتقابل الصبح، يعني أنا بشوف إن الواحد الصبح بيبقى ذهنه أحسن ويقدر يفكر أفضل، ولا إيه يا زين؟ زين ما عليك، لما تحتاجني اندهلي. أوكي زين، أنا احتجت لك. طيب تحبوا تشربوا إيه؟ لأن من الواضح إن آية وزين وفتحي مش معانا خالص. عنك أنت الطلعة دي يا أبلة، إحنا هنفطر الأول وبعد كده هنشرب حاجة. اوكي. انت رايحة فين؟ هجيب فطار. عيب عليك. اقعدي. الفطار معايا. فين يا زين؟ اهو. مفاجأة. أنا قلت إيه؟ ناكل فطير وملح مع بعضينا عشان النيات تصفى. النيات تصفى؟ أنت
يا ابني محسسنا اننا في البلد عندك واننا بنصلح ما بين عيلتين بالامطار. شيل الكلام الفارغ ده بسرعه، هاتوا هنا قدام. حرر. بقول لكم ايه بقى، انا عايزكم تجربوا الفكره دي. ما تجيب حته يا زين. قول له انت صحيت يا استاذه؟ ميرسي. يا ايه القرف ده؟ طب احنا جايين عشان نفطر ولا نتكلم في الشغل؟ احنا جايين نفطر يا استاذ. كل واحد يقول لي عمل ايه بالظبط. ابتدي انت يا زين. انا لفيت وطفت شمال ويمين وعرفت بلاوي كتيرة. طب ممكن تطوف وتتكلم الناحية التانية؟ زين اتكلم حبيبي بعد ما تخلص. ما عليك قلت لي اتكلم. وانت يا هي عملتي ايه؟ انا وفتحي روحنا قابلنا برد. روحنا قابلنا الست اللي اسمها سوري. لا لا ولا يهمك، برد. ابو ام قرفكم مع الصبح. انا ما اعرفش مين صاحب فكره ان احنا نتقابل الصبح. مفيش تاني مره، مش هنتقابل الصبح تاني مره خالص. ارموا الفطير ده. الفطير ده غريب في حاجه. الفطير برضه ولا في حاجه غريبه؟ ها؟ صباح الورد. ايهاب مش هوصيك، دي جوازة اعز صحباتي. ايهاب عيب عليك، معايا خلاص بعت رجاله بتوع الكنيسه وبنفسي يا ستي هحصلهم دلوقتي. ما تخافيش هتطلع حاجه 100 100. انا متاكده. طيب يعني لو انت متاكده قوي كده ايه اللي جابك؟ زياده التاكيد. يعني مش عشان تيجي تشوفيني انا مثلا؟ مثلا. ماشي انا همشي واشوفك في الفرح. انا هخلص الكنيسه هطلع الفندق على طول. خلاص اشوفك في الفندق. ماشي يا ستي. سلام. طيب سلام. ما كرهتش قد الست دي. هو انت من ساعه ما قعدت معايا وانت رايح جايب القلم ده ليه؟ ده كاميرا صغيره يا ست امل. انا الحقيقه بسجل لكم كلامكم بيها، يعني انت خدت بالك منها ولا ايه؟ خدت بالي. مأساه. انت ايه اللي انت قلته؟ اتجننت؟ هي مش كاميرا فعلا معاليك؟ انت حمار يا ابني. حد يقول كده انت هتودينا في داهيه. امال اكدب سيادتك حضرتك؟ سيادتك حضرتك. انت حرامي. مش عارف يعني ايه حرامي؟ يعني مش فارق انك تكذب يعني لو بالمره يعني، ولا انت جاي تتوب عندنا؟ ده كلام يا سن؟ على العموم نكمل الشغل. بقيت الخطة ايه؟ قول. المرحلة التانية من المرحلة الأولى هنكملها في المرحلة التالتة. ده على أساس إن احنا في أي مرحلة يعني يا زين؟ احنا في مرحلة الهري اللي هي قبل مرحلة الهز. عاجبك كده؟ ضحكتهم عليك؟ اتفضل. قول عاوز تقول ايه؟ الست دي اللي اسمها هدى عندها مؤتمر صحفي هتتكرم فيه،
اللي هو تبع احسن نسوان رجال اعمال في مصر. فانا بقول ايه، هنجيب البنات دول معليك يحضروا المؤتمر ويفضحوها. بيتك وتجيبهم ليه؟ ما عندنا تسجيل صوت وصوره، وده اهم واحسن. على المهم فكره كويسه، كويسه يا زين. ده الطبيعي يا فتك. انا وفتحي مقضينا معاه الشيكات وهتسلمنا البضاعه كمان 3 ايام، وكمان العربيات هتروح للجراج اللي حضرتك قلت عليه. العربيات مش هتخش المخزن، زين هيخطفها. هخطف العربيات؟ طب وهسيب البضاعه بقى في المخزن وبعدين اخطفها بعد كده؟ يخرب بيتك. الله يكون في عونك. انا تعبت معلش. لا يا اوفر. بص، البضاعه اغلى كتير من العربيات، ثم العربيات مش بتاعتهم. طب انا عندي حل لسيادتك. استر يا رب. قول. نحرق المخزن بالبضاعه. زين بالعربيات جلالتك. زين ايه ده، هتبقى احسن دلوقتي. خلاص بقى يا انكل، حرام بقى. انا كمان ما استحملش. هيا هيا كملي. زي ما قلت لحضرتك، احنا مضينا العقد وهي في انتظار تليفون فاتحي عشان تسلمنا البضاعه. لاحظت حاجه عن الست دي؟ اه، تنكي قوي ورخمه وحاسه بنفسها ومغروره وقرفانه من نفسها طول الوقت. كويس قوي. احنا عاوزين نساوم الست دي بالفلوس، في نفس الوقت نوقع ما بينها وما بين جوزها. اه، نوقع ما بينها يعني نقف الحصه ما بينهم، وبعدين نزق جوزها، وبعدين نزقها هي، وكده نكون ضمننا ان احنا نوقع ما بينهم. ده انتماء للغباء. طب انا هعمل محاوله، اتفضل كرر المحاوله. قول. انا يعني بقول لمعاليك، انت عايز تقع ما بينهم يعني؟ احنا نعمل حفره ما بينهم ونزق جوزها وبعد كده نزقها هي، فكده يبقى احنا وقعنا ما بينهم يعني. انا مش مصدق، ولا انا دخيل كرتون؟ انا كنت متخيل ان لما نزل له ايده هي. انت بتكررها تاني. واضي وضيع يا وسخ. ايه، انت تعرفي تدلعي على حد؟ انا؟ الله، ده انا لسه مخلص هنا هتعب كده. انا مش بتكلم عبري يعني، انا قلت لك ايه، تعرفي تدلعي على حد؟ لا طبعا ما اعرفش. بس يعني ما اعرفش يعني اذا كنت اعرف اصلا ولا لا. ليه يعني؟ انا عاوز اتعرف على عادل وفتحي يصورها وابعت الصور، عايز اجننها. ايوه بس الراجل ملوش ذنب، هي الست اللي مريضه. الراجل اللي يسمح لمراته انها تعمل كده في ولاد الناس ما يبقاش راجل، يبقى عاوز يفوق واحنا اللي هنفوقه. ايوه بس انا متهيألي اللي هيحصل لهم هما الاثنين ده جامد جدا، كانه قلم على وشهم هما الاثنين، وبعدين دي هتتفضح فضيحه في كل حته، خصوصا لما هنحط الحاجات دي على اليوتيوب. طب افرض مثلا يعني مثلا ما عرفتش ادلع على الراجل. هنشوف ساعتها. طب بقول لي معليك، انا ممكن ادلع انا عليه يعني لو هي مش هتعرف؟ الله يكون في عونك. انا عندي تصرف. خير ليه؟ ايه يا بنتي، انت بتدوري على ايه؟ ها اختار. ده طبعا. ده ياه، ده ايه التوافق ده؟ امال انت فاكره ايه يا بنتي؟ لا، امال انا اتجوزت امك ليه؟ عينها زي عيني وتفكيرنا زي بعض. عينين مين اللي زي عينيه؟ ده انا عينيا احلى 100 مره. مش عارفه يا سوني، عشرتنا خلتنا شبه بعض. انتوا عارفين ان انتوا فعلا بقيتوا شبه بعض؟ بقى انا شكلي وحش كده؟ نعم. وانت طول تبقى شبهي؟ طبعا يا طول. انتوا هتتخانقوا بجد ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، انا ما اقدرش اتخانق مع امك، ما اقدرش على زعلها. اه اضحك عليا. عايز ايه بالظبط؟ انا فاهمك. قول ما تتكسفش. يعني انا نفسي في السلطه اللي بتعمليها لي اللي انا بحبها دي، ام ريحان. فاهماك والله فاهماك. طيب انا لازم اقوم البس، ده هيبقى يجنن عليكي. عقبالك يا حبيبتي، نفسي افرح بيكي قوي. بقول لك يا ساره، انت ما بتحلميش انك تتجوزي؟ لا، هو انا بفكر طبعا بس مش لدرجه الحلم. ليه ما تحلمي زي كل البنات ما بتحلم؟ الجواز بقى حاجه صعبه جدا دلوقتي، مش قصدي الامور الماديه، بس هي لي صعبه قوي انك تلاقي حد يشبهك حتى لو في حاجه واحده. مش ضروري يشبهك، ممكن يكون مختلف عنك،
المهم انه يبقى حلو من جوه. ايوه، هو فين بقى اللي من جواه حلو ده؟ هتلاقيه لو ركزتي شويه. قولي يا بابا، ايه احلى حاجه في الجواز؟ والله انا لحد دلوقتي ما اعرفش ايه احلى حاجه في الجواز، لكن مش هقول لك الجمل المعتاده دي اللي الخلفه احلى حاجه في الجواز، لا، عشان في ناس كتيره قوي ما عندهاش عيال ومبسوطه، ولا اللي يقول لك اهو حد واقف جنبك يفكر معاكي، لا، انا مرات كتيره قوي بحب اقعد بعيد عنهم لوحدي. وانا بحب اقعد لوحدي، اشمعنى انت يعني؟ لا انا بتكلم بجد، انت كمان ليكي حق انك تقعدي لوحدك، وانا كمان. شوفي، احلى حاجه في الجواز انك ما انتش عارفه ايه هي احلى حاجه في الجواز. سيبيني بقى انا اقول لك احلى حاجه في الجواز ايه. تكوني فاضيه ورايقه كده، تعرفي تعكسيه، تنكدي عليه، تغلسي عليه، تمسكي موبايلاته وتفتشي فيها وجيوبه، وما تعملوش الصلاه اللي بالريحان كده برضو. ايوه كده. انا لو منك بقى ما تتجوزيش. بعد الشر ما تقولش كده، لسه بقولك عايز افرح ببنتي. انا كمان، انا كمان. على فكره بقى انا اتاخرت ولسه هروح للكوافير، ممكن تسيبيني البس بقى؟ لا يلا. طيب باي باي يا حبيبتي. يلا انجوي. ميرسي. أنا عارف إنها قلت الأدب، وعارف إنها غلطت فيكي، وعارف إنك مش هتصدقيني لو قلتلك إني أخليها تعتذر، بس ده فعلا اللي أنا هعمله. هتسيبيني يوم فرحي زي ما سبتيني يوم الجبانيوت؟ وإنت هتعمل لك جبانيوت أصلا؟ وبعدين انا قلت لك لو ما عملتش جبانيوت انا مش هاجي معاك. مش عارف اروح الكنيسه. ابوي لو كان عايش ما كانش يسيبني لوحدي. ابوك الله يرحمه قال لي يا سعاد، كل حاجة يطلبها منك عماد اديها له، اتنازلي له عنها، ده عماد أغلى حاجة في حياتنا. بس يا سعاد اوعي تتنازلي عن كرامتك لأي سبب من الأسباب، حتى عشان خاطر عبيد. خد يا حبيبي الظرف ده فيه النقطة بتاعتك.
يلا يلا عشان ما تتأخرش على فرحك. كلب يا واطي، تبيع شرف الست اللي انت كنت متجوزها؟ انت ليه بعت شرف الراجل اللي كنت متجوزاه؟ كتبت عنك حاجه في شغلك، ما طلعتكش معلقه قدام الناس. وانا ما عملتش حاجه اكتر من السي دي اللي نزلته على اليوتيوب وخلاص. وعلى فكره النسخه اللي قدامك دي صورتك فيها مش واضحه، ولا صوتك ولا اي حاجه. قلتي ادبك تاني يا شاطره، عندي نسخه تانيه تبقى الاصل، صورتك فيها واضحة وصوتك وكل حاجة. عشان تتعلمي وتتأدبي وتعرفي من هو مرتضى. غاضب يا ابني، مش هي دي المشكلة. ما انا عارف انه حلالي. مشكله انا مش عايز اعمل كده. لا، من ناحيه زهقت، ده انا زهقت وطهقت. وبعدين خلي بالك، يعني انا لو عايز اعمل كده اساسا انا معيش فلوس. لا يا عم تسلفني ايه، لا مش للدرجه دي الموضوع. يا راجل حلو، يعني شديده انت شفتها؟ ما دي اصعب حاجه يا عم، ما دي اصعب حاجه. لا طبعا هدي مش هتوافق، انت مجنون. اروح اقول لمراتي انا هتجوز عليها؟ تتجوز على مين يا حيوان؟ اقفل اقفل اقفل، افتح الباب. وقف صلاتي عليا. عايز تتجوز عليا يا حيوان ليه؟ انت شايفاني يعني اتجوزت؟ هو كلام بسمعه وخلاص. بطل بقى كداب كداب. بطلي قله ادب واتكلمي معايا كويس. انا اللي بطل قله ادب؟ انت فاكرني خدامه جايبها من الشارع علشان تخبرها اللي انت عايزه وبعد كده ترميها؟ يا أم انا ربيك على قله ادبك دي، ما تخلينيش امد ايدي عليك. امد ايدي على مين؟ روح ربي نفسك، بطل كده. بتقابل ربنا ازاي؟ صلاه ايه اللي بتصليها دي؟ بتصلي ليه لما انت كداب؟ انا عملت ايه غلط؟ هو برضو الجواز ده مش حلال ولا كمان عايزه تحرميه؟ وحياه امي؟ لا، جرب بقى تعملها يا سيف ولا هوريك الحرام على اصوله. والله انت مجنونه، انت بقيت مجنونه. ايوه مجنونه، مجنونه يا زباله يا زبالة. هو احنا واقفين كده ليه؟ ما تيجوا ننزل نقف مع الناس اللي واقفة تحت دي نستنى العروسة، جانا العروسة. ايه انتوا عايزين براحتكم؟ طب يلا. اكيد لما هتيجي هنسمع زغيرته وننزل. مش عايز اتحرك خالص. مستنيها العروسة تيجي تاخدها بالحضن. يعني انت عاجبك وقفتنا كده؟ اه. برضو. الو. ايوه حبيبتي. طب كويس، اول ما توصلي بس بتكلميني. ماشي يلا باي. هدي الجايه جدا. كويس حلو. بقول لك ايه صحيح؟ كنت عايزه اسالك كده سؤال وعدى عليا. خير؟ اه
هو مين صاحب اللقاء الاول واللحظه الاولى مع حضرتك يعني؟ ما تحترمي نفسك. في لا بجد مين صاحب القطفه الاولى؟ القطفه الاولى ماشي، كان واحد مش مصري، كان انجليزي. اوبا ما كانش في مصر خالص. ما كان فين؟ بقول لك انجليزي يبقى في انجلترا، مش عايزه ذكي. لا المكان في فرنسا بقى يا ذكيه. اصلا انجليزي وفي فرنسا ناس ليها فرنسا وناس ليها بورسعيد. ناس ليها بخت وناس ليها تركي. بورسعيد ليه؟ هو كده بورسعيد وخلاص، شتا هناك على فكره. الجزمه وجعاني جدا. اسكتوا بقى عشان العروسه جايه. يلا اقفوا عدل واعملوا كده، اعملوا كده. الواد ده شكله مش طبيعي. ده بجد عندك حق، حاسه ان في حاجه. يكون موضوع امه بتاع امبارح؟ تصدقي صحيح، انا كنت ناسي الموضوع ده خالص. يا جماعه امه ايه بس، ما الموضوع ده عدى وخلاص. انا مش شايفه امه خالص اصلا، هي فين؟ هتلاقيها اكيد موجوده. انا مش عارفه انتوا مالكم، انتوا حشرين كده ليه؟ الواد برضو اليوم صعب عليه وتقيل، والبت جنب بصراحه مش سهله وشكلها كده هتغلبه من اول جوله، وهو قلقان ممكن يقدم النهارده خطاب تنحي ولا اعتزال. انت قليله الادب، تنحي ممكن يعمل بيان رقم واحد. والله العظيم انتوا بتتهموني باطل. بس بقى انتوا الاثنين هتفضحوني. والدتك فين يا عماد؟ مش جايه. مش عايز جاني يا عمي. انت بتهرج؟ ده مش وقت تهريج. انا مش عايزك، انا مش عايزك. خليتيني اتنزلت على كل حاجه، وكله كان بموافقتك يا عمي انت وطنط. طالعين بيها السما قوي، وليكوا حق. انت فيكي كل حاجة حلوة، دكتورة وغنية وجميلة. أهلك علموكي كل حاجة، بس نسيوا يعلموكي تحبي حد تاني غير نفسك. وأنا وحياة الكنيسة اللي أنا واقف فيها دي،
حبيتك. بس أنا قررت أحب أمي أكتر. لأني ماليش خير فيها مش هيكون لي خير فيكي. يلا بينا. ربنا يديك حد تاني أحسن. أحبك أكتر من كرامته. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ رب حق القدوس لا تنزعه مني إنني بجد وهي عاملة ايه دلوقتي يا عم؟ يعني خدت منوم ونامت من شوية. وحالتها النفسية اخبارها ايه؟ متماسكة بس والدتها هي اللي حالتها صعبة. طب وهي فين دلوقتي؟ هي موجودة جوه، تقدروا تتفضلوا تطمنوا عليها. البيت بيتكم، اتفضلوا. ميرسي يا عم. اتفضلي. ازيك يا طارق؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك يا طارق؟ ازيكم؟ شفتوا؟ شفت اللي حصل في جن؟ يا طنط حضرتك ست مؤمنة وكل شيء اسمه نصيب. ربنا يعوضها يا طنط. حضرتك لازم تقوي كده عشان جن ما تتعبش. الكلب الواطي دمرها.
كسر لها فرحتها. قريدينا بالهم والهم ما رضيش بينا. بس انا من الاول ما كنتش عايزاه، هي اللي صممت. ما منوش فايده الكلام، خلاص يا طنط. بعدين حضرتك لازم تهدي شويه. صح، بس جان متماسكه الحمد لله. يبقى لازم كمان انت تكوني متماسكه قدامها. يا هبه احنا في مصيبه، التليفونات ما بطلتش رن، صحابنا وقرايبنا وفي الكنيسه. طب حبيبتي هتواجه الناس دي كلها ازاي؟ يا طنط مال الناس؟ هي كان ايه اللي حصل لها يعني؟ كانت هتتجوز وما حصلش نصيب، اللي هيتكلم من الناس تحط صباعها في عينه. يا ساره انت مش متخيله يعني ايه سابها على باب الكنيسه؟ ما بقتش فارقه يا طنط. مش هنقعد نبكي على اللي فات خلاص. بعدين ده بيتعب جان. لازم حضرتك تهدي شويه وتقوي عشان تعرفي تقويها هي كمان. ما ينفعش كده. انتوا صحابها. انا عايزاكوا تقفوا جنبها. البنت مصدومه. هي في اوضتها؟ ايوه. ربنا ينتقم منها. طب طنط ينفع يعني نروح نشوفها؟ اه طبعا. اه طبعا. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي اتفضلي. الفستان ده ما ينفعش يبقى هنا خالص. أنا ما خدتش بالي، هي قلعته وهي نايمة. طب أنتوا خليكوا قاعدين معاها وأنا هروح أعمل لكم حاجة تشربوها. ايه النكد اللي احنا فيه ده يا رب؟ صعبانة عليا جهنم. الله يكون في عونها بصراحة. بس الواد قال لها كلام قافي جدا. بس حقيقي. هو ايه ده حقيقي؟ الكلام اللي قاله لها حقيقي. هو طبعا توقيته قاسي جدا وربنا ما يوري حد، بس هو ما قالش حاجة غلط. هو نفس الكلام اللي احنا طول الوقت كنا بنقوله لها، ولا انتوا نسيتوا؟ انت قاسية قوي يا سارة. قاسية ليه يا هبة؟ انت نسيتي هي كانت بتعامل مامته ازاي؟ دي هزقتها قدامنا يا بنتي. ده غير طبعا الطريقة الوحشة جدا اللي كانت بتعامله بيها طول الوقت. ايوه بس عماد ده كان خاتم في صباعها. ما كانش باين عليه ان هو ممكن يعمل كده. للأسف في نوع من الرجالة كده. يفضل يجي على نفسه لحد ما اللي قدامه يفتكره ضعيف ويستغله. بس هو ما بيبقاش ضعيف ولا حاجة. هو بيبقى بيحب بس اللي قدامه مش فاهم كده. بيجيله نقطة بقى بيتحول. يا يتكسر ويبقى ضعيف بجد، يا اما يقرر انه يتمرد ويرفض كل اللي بيحصله زي اللي حصل لعماد بالظبط. وانا رايي ان السبب بقى هو مامته. كل تحليلاتك طلعت صح يا بنت اللذينه. ازاي صح يعني؟ هي الوحيده اللي قالت الجوازه دي مش هتتم، قالت ان جان مش هتتجوز عماد. بس والله كان نفسي كلامي يطلع غلط، ولما قلت كده كنت بتمنى ان جان هي اللي تفسخ الخطوبه، مش ان الجوازه تتفشكل بالشكل الدرامي ده. بس امها هتتجنن. عندها حق. بعدين مجتمع المسيحيين منغلق عندنا بكتير، واكيد طبعا كل الكنيسه عرفت، والموقف ده بالنسبه لهم صعب جدا. بصي عند اي حد صعبه، بس على رايك تركيبه مجتمعنا غير عندهم. بس انتوا ما خدتوش بالكم من حاجه؟ ايه؟ طنط كان كل اللي هممها راي الناس. اي حد مكانها هيعمل كده. ده طبيعي يعني. بس مش صح. ليه دايما لما حد بيقع في مشكله ما بيفكرش في اي حاجه غير الناس هتقول ايه ورد فعل الناس اكتر من اي حاجه تانية؟ يا بنتي انت اصلا في مجتمع بيخاف من كلام الناس اللي حواليه اكتر من ربنا. صح، برافو يا يوري، بداتي تفهمي. الاجانب بقى مش كده خالص. الاجانب بقى ولا بيخافوا من الناس ولا من ربنا.
لا طب بحس كده. لا خالص إيه؟ مش صح. في وفي زي ما عندنا برضو في وفي. ما ينفعش نعمل. بس بس ايوه انت فين يا وليه؟ بص يا حمزه انا زعلانه منك جدا. بس يا حمزه يا ليله الادب. لا علمني الادب. عندنا ميعاد بكره الساعه 6 في الدايره المستديره بتاعت زين انت وساره. ده ليه ده بقى؟ فتحي كلم هدى واتفقوا على التسليم بكره. طب هو ما ينفعش معاد يبقى بعد بكره؟ لا ليه يا حبيبتي، ما نخليها بعد بعده. احنا هنهزر. اروح اهلك ميعاد بكره في الجراج. ابعت لك العنوان اس ام اس. طيب حاضر يلا باي. قفل السكة في وشي. اهلا اهلا ليك شوقه. معاليك الرجاله جاهزين يا معلم. معاليك يا معلم. لا بص يا زين، انا عارف يا حبيبي ان انت بتجتهد عشان تبان لي انك ابن ناس، بس انا زهقت من الميكس ده بانك تبقى ابن ناس وواطي شويه. يعني استقر. يعني اثبت على حاجه. اه مين الناس اللي هتنفذ معانا؟ خنو. خنو السكس. هايل. الرونس. الرونس وريفو. ريفو زين، هو احنا ملناش نصيب في عصام علي مدحت؟ الاسامي الغريبه دي ايه يا ابني؟ الاسامي اللي انت قلتها دي من شويه يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. معاليك العيال ديت مصنفين في بطايقهم فجرين. اوه يرجى الحذر والتقرب لهم. لا معاليك دول فرقه الخمس تسعات بتاعتي. اعجابي بيك بيزيد يوم بعد التاني. ريفو الساكس. ايه تاني؟ خنو. خنو الرونس. الرونس استر يا رب. لا انا مطمن مطمن يا رب.